حبيت أتأكد إذا الصوت واضح لكم. جميل. طيب، أتمنى من إذا أحد من الكمبيوتر فيجن سنتر يتواصل معي على الواتساب، يا ليت. طيب، أسعد الله صباحكم جميعا وحياكم الله اليوم في موضوع مميز، في موضوع جديد وترند توبك صراحة. بنتكلم اليوم إن شاء الله عن الـ Artificial Intelligence in Medical Field. الموضوع هذا صراحة من المواضيع اللي يعني الكل حاب يتكلم فيها والكل حاب يسمع الجديد فيها، وكذلك من المواضيع اللي الـ Innovation فيها عالي، وتقدر إنك تبتكر يعني ابتكارات كثير، سواء تقدر إنك يعني فكرة عندك أو تطبيق تلاحظ أنه في نقص معين في شيء في مكان معين، تقدر أنك من خلال Artificial Intelligence أنك تعوض النقص هذا. حياكم الله جميعا، اليوم راح نتكلم عن الـ Artificial Intelligence في مجموعة توبكس داخل Artificial Intelligence. راح نتكلم في البداية عن الأشياء داخل Artificial Intelligence اللي هي الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج أو تعلم الآلة هو أحد الركائز للارتفيشال انتليجنس، ولا يمكن يكون في ارتفيشال انتليجنس ما دام إنه ما في ماشين ليرنينج. بعد كده راح نتكلم عن الديب ليرنينج، والديب ليرنينج اللي هو التعلم العميق وهو جزء من الماشين ليرنينج في الثلاث، والماشين ليرنينج هو جزء من الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الصناعي. فالثلاث هذه هي عبارة عن ثلاث أشياء مترابطة في بعض، ونتخيل أنها دائرة كبيرة مكتوبة عليها Artificial Intelligence، داخلتها دائرة صغيرة اللي هي Machine Learning، وداخلتها كذلك دائرة أصغر اللي هي اللي هو Deep Learning. فهذه يعني هذا مفهوم عام، هذه الأشياء اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله، عن Artificial Intelligence، عن Machine Learning، وبعد كده ان شاء الله راح ندخل شوي في الديب ليرنينج، بحكم ان الثلاث الاشياء هذه هي اساسيات لازم نفهمها قبل ما نتعمق في موضوع الارتفيشال انتليجنس في الميديكال فيلد. حضرت صراحه محاضره اليوم على اساس ان ندخل في مجموعه من الكونسبتس والكومبرنتس في الارتفيشال انتليجنس، وراح نذكر لاي يعني توبك راح نتطرق له او لاي يعني فيلد راح نذكره، راح نذكر يعني example normal example، وكذلك راح نذكر اللي هو example medical field في الميديكال artificial intelligence. دارين كلنا صحيين ومهتمين صراحة في موضوع artificial intelligence، في examples اللي موجودة راح تكون من يعني في example العادية وexample في artificial intelligence. أنا أعتبر المحاضرة اليوم هي introduction artificial intelligence في medical field، لأن الموضوع عميق جدا، ولكن هذه من الأشياء اللي يعني اللي راح نتكلم عنها. بعد ما نتكلم إن شاء الله عن الثري توبكس هذه اللي هي متداخلة في بعض، راح نتكلم بعدها عن ال what's the most diseases diagnosed by artificial intelligence and how artificial intelligence rule of that. راح نتكلم عن الـ أكثر الأمراض اللي تم تشخيصها عن طريق artificial intelligence، وراح نعرف كيف إنه تدخل artificial intelligence في تشخيص هذه الأمراض، وكيف انه قدر يعرفها to be more accuracy and more details عن ما هو كان موجود سابقا وقبل artificial intelligence. راح نتكلم كذلك عن many applications of artificial intelligence and machine learning and deep learning in hospital laboratories. اعتقد كثير من الزملاء الحاضرين اليوم عندهم يعني من قسم المختبرات، فانا حبيت صراحة قسم المختبرات يكون فيه يعني نسبة من تطبيقات الـ Artificial Intelligence، وراح نعرف كيف إنه من خلال المختبر كيف عندنا فعلا تطبيقات للذكاء الاصطناعي. After that we have to talk about the robotic anesthetic of radiologists by Artificial Intelligence، وهذه من المواضيع الدائرة والمواضيع اللي يعني كثر الحديث عنها، اللي هي هل فعلا الروبوتات بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي هل سوف تغني عن الراديولوجيست في المستقبل، او هل انه لازم راح نحتاج الراديولوجيست في المستقبل بتواجد الروبوتكس باي سبورت باي ارتفيشال انتليجنس. هذه المواضيع اللي فعلا يدور الحديث عليها، يعني يدور الحديث عنها خلال الفتره الحاليه.
وكثير من الزملاء اللي شغالين في الراديولوجي او الراديولوجيست الافاضل يعرف انه مثلا ممكن انك تاخذ الصوره هذه او اي ريزولت سواء سي تي او ام ار او اكس راي، بدل ما يقراها الراديولوجيست في فتره طويله، ممكنك تدخل الصوره هذه عن طريق الشات جي بي تي ويقراها لك في ثواني. فهنا صار فيه جزء من الحديث حول انه هل سوف يغني الذكاء الاصطناعي عن بعض المهن الموجوده؟ هذه من الاشياء كذلك اللي احنا راح نتطرق لها. راح نعرف كذلك انه تفصيلا في هذا الموضوع انه كميه الخبرات اللي متواجده عند الكثير من الافاضل سواء اخصائيين او استشاريين، وعدد السنوات اللي صرفوها في التعليم وكذلك في الاكسبيرمنت الموجوده عندهم، كيف راح انها تقارن بالتشات جي بي تي، وكيف كذلك مجموعه من التخصصات الصحيه مو فقط للراديولوجيست. بعد كده راح نتكلم في مجموعه مجالات داخل الارتفيشال انتليجنس، مثلا راح نتكلم في الارتفيشال انتليجنس ان هوسبيتال امرجنسي، وكذلك راح نتكلم عن الارتفيشال انتليجنس في الكارديوفاسكولار، وكذلك في راح نتكلم كذلك عن الفيوتشر اوف ارتفيشال انتليجنس في المستقبل سواء ارتفيشال انتليجنس او ماشين ليرنينج او ديب ليرنينج. طيب واضح ان السلايدات هنا ما تتحرك. اتمنى السلايدات تحركت الحين. طيب جميل. في عندنا الآن اللي هو فيه نظرة عامة، أو عندنا اللي هو مقولة عجبتني على Artificial Intelligence، تقول هنا Artificial Intelligence in Medicine is the compass that guides precision. فنقدر نقول هنا من الناحية الطبية أن الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي هو عبارة عن بوصلة توجهنا إلى الدقة. فهذا الشيء فعلا احنا جالسين نلحظه، وهذا الشيء فعلا متوقعين انه يصير في المستقبل. Artificial intelligence in medicine is the compass that guides precision. إكمال المقولة هذه اللي تقول إن Artificial Intelligence in Medicine is the compass that guides precision. Also we are still talking about the Artificial Intelligence, and we can say that the bridge between data and diagnosis. So the Artificial Intelligence is the bridge between data and diagnosis, and we cannot do anything regarding to the Artificial Intelligence without the big data. And the diagnosis is still now the first step for artificial intelligence. Also, we can say that where innovations meets healing, and ensure that each patient journey is not just a path, but personalized odyssey toward wellness. من مزايا كذلك الـ artificial intelligence إنه مجال تلتقي فيه الابتكارات وتلتقي فيه العلاجات، حتى تقودنا نحن كأشخاص إلى رحلة جميلة من الشفاء، أو رحلة جميلة من العلاج. فهذه من أحد المقولات اللي فعلا هي تصف الـ artificial intelligence in medical field، وحبينا نعنونها قبل بداية السلايدات. As you know today um,
As you know, today we have to talk about, usually I am talking about the lectures with an English language, but if you would like to translate something, you can write this one regarding it by the chat piece. So as you know before that, we have to talk about artificial intelligence. Firstly, we have to talk about artificial intelligence, as you see at the first point. And then we have to talk about artificial intelligence in medical field. And then we have to talk about key concepts and components of artificial intelligence with normal example and example in medical field. وهذا الشيء اللي حنا نتمنى أن يكون موجود وأنه نطرح مع كل تطبيق. طبعاً الأشياء هذه كلها معقدة صراحة, artificial intelligence و machine learning و deep learning, بس أنا حبيت أنه يكون لكل يعني جزء ندخل فيه مثال من الميديكال, يعني مثال طبي على اساس انه نفهمه ونستوعب بشكل كامل. اهلا يا الدكتور ناصر, هلا فيك. اي نعم سيدي, حضاني معك. بعد كذا راح نتكلم ان شاء الله عن الماشين ليرنينج وعن الماشين ليرنينج ميديكال فيلد, وكذلك راح نتطرق الى كي كونسبتس اند كومبوننتس اوف ماشين ليرنينج وذ نورمال اكزامبل اند اكزامبل ان ميديكال فيلد. And then we have to talk about deep learning, which is a part of machine learning. As we said before that machine learning is a part of artificial intelligence. And then we have to talk about the deep learning in medical field. Then we have to talk about the key concepts and components of the deep learning with normal example and examples in medical field. So as you see here, we have to talk firstly about artificial intelligence and artificial intelligence in medical field. And then we have to talk about the machine learning with normal and medical examples. And then we have to talk about deep learning with normal and medical examples. After that, we have to talk about some diseases which are diagnosed by artificial intelligence and explanation the role of artificial intelligence. We have many diseases now, which is the best role in the artificial intelligence healing. And then we have to talk about them, what are the most popular diseases, and we have to explain how artificial intelligence rule over that. And then we have to talk about the most popular diseases that have benefited of artificial intelligence. And then we have to talk about artificial applications of artificial intelligence, machine learning, deep learning in hospital laboratory. And then we have to talk about the robotics and state of radiologists by artificial intelligence. And then we have to talk about the future applications of artificial intelligence in hospital emergency. So firstly, we have to talk about artificial intelligence in normal, and then we will focus more in artificial intelligence in medical field. Firstly, we have to say some introduction, and we have to explain some introduction about artificial intelligence. AI, which is artificial intelligence, refers to the simulation of human intelligence in machine. It aims to develop systems that can perform tasks require human intelligence. في المجال هذا احنا راح نتكلم عن راح نشرح انه الذكاء الاصطناعي اللي باختصار وفي اسهل وابسط تعريف للذكاء الاصطناعي انه هو محاكاه الاجهزه للذكاء البشري. هذا تقريبا من اسهل التعريفات اللي لقيتها, اللي هو محاكاه الاجهزه للذكاء البشري. راح نتكلم بعدها عن اللي هو it aims to develop systems that can perform tasks requiring human intelligence. الذكاء الاصطناعي اللي الهدف منه ومن تواجده ومن اندماجنا احنا معه مع الذكاء الاصطناعي اللي هو تطوير الانظمه اللي هي تؤدي المهام يعني المطلوبه من الذكاء البشري. فبدل ما يشتغل الانسان شغله معينه, يخلي الذكاء الاصطناعي يقوم عنه ويشتغل عنه الشغله هذه.
زي ما احنا قاعدين نشوف حاليا في بعض التطبيقات الطبية، انه الذكاء الاصطناعي يقوم ببعض المهام يقوم فيها اللي اسمه الميديكال بارتيسيبيتور. فبالطريقة هذه احنا هذا الهدف الرئيسي من الذكاء الاصطناعي، اللي هو it aim to develop systems، اللي هو تطوير بعض الأنظمة that can perform tasks، والتي بإمكانها القيام ببعض المهام requiring human intelligence، التي تتطلب الذكاء البشري. فالأنظمة هذه اللي تتطلب الذكاء البشري راح يقوم بدالها الذكاء الاصطناعي. خلينا ناخذ مثال سريع من ضمن الأمثلة البسيطة حقيقة، وهي من ضمن اللي هو التطبيقات السهلة للارتفيشال انتليجنس. أحد الأفاضل الاستشاريين كنت في مكالمة معه البارح، فذكر لي عن سيناريو قاعد يصير عندهم إذا صارت أي حالة ستروك في المستشفى. في يقول الدكتور فاضل هذا إنه مجرد ما توصل يعني يجينا بالإسعاف شخص احنا ما ندريش عنده مشكلة، يوصل للشخص هذا بالإسعاف إلى الطوارئ، يتم الفحص عنه، بعدين يدخل السي تي سكان ويظهر من السي تي سكان إنه الشخص هذا كان عنده فعلا برين ستروك لجلطة في الدماغ. إلى الآن الوضع طبيعي، لكن إيش يصير بعدها؟ اللي يصير بعدها إنه بمجرد ما يتضح في جهاز سي تي سكان إنه عندنا مريض عنده جلطة في الدماغ، حين الآن متطلب منا أو متطلب يعني اللي قاعد الخطوة التالية بعد السي تي سكان إنه يبلغ 3 جهات للحضور لإجراء العملية، اللي هم طبيب الراديولوجي، واللي هم طبيب في الطوارئ، واللي هم كذلك طبيب في جهة ثالثة أنا صراحة ما أذكرها. فالثلاثة أطباء هذا يجب أن يبلغون على أساس أنهم يحضرون لل شو اسمه الغرفة الفلانية للبدء في عملية يعني تلافي موضوع الجلطة الموجودة في دماغ الشخص هذا. العملية هذه اللي عملية التبليغ تأخذ حاليا تقريبا من ساعة ونص إلى 3 ساعات، والسبب إنه لازم يتأكدون أنها جلطة ويشوفون أنها إلى أي درجة، وبعدين يشوفون من المسؤول وكيف يبلغون فلان إلى أن يوصل فعلا الأطباء يدرون إنه فعلا في شخص عنده مريض اسمه كذا كذا وحالته كذا كذا، والعملية حقته بتتم في الغرفة الفلانية. هذا الكلام بعد متى؟ بعد ما يتم الحصول على الريزولت من السي تي سكان. وين دور الذكاء الاصطناعي في المجال هذا؟ دور الذكاء الاصطناعي في المجال هذا عبارة عن تول بسيطة تكون موجودة في جهاز سي تي سكان. ايش المطلوب من التول هذه؟ انه مجرد ما يعرف جهاز سي تي سكان انه في ستروك فعلا في الدماغ من خلال اللي هو انتربشن اوف ايميجنج، اللي هو من خلال ترجمة الصورة الموجودة في السي تي سكان، من نفس جهاز السي تي سكان يرسل اليرت للثري دكتورز هذول او للثلاث الجهات المعنيه. الاليرت هذا ايش يحتوي عليه؟ يحتوي على المكان اللي بتقام فيه العمليه، ويحتوي على حاله المريض فقط. ترسل الى جوال الطبيب، ترسل الى التليفون الارضي، ترسل الى ايا كان، لكن توصله بدل ما كانت توصل اول في ساعه ونص او الى من ساعه ونص الى 3 ساعات، صارت الان توصل من خلال او عن طريق 7 ثواني. ف7 ثواني كانت كفيلة فعلاً بحل مشكلة مريض يعني حالة وجاسة تضاعف حالياً تحت جهاز سي تي سكان، ممكن تحل بطريقة هذه عن طريق الذكاء الاصطناعي. أيضاً في تطبيقات إن شاء الله كثيرة إحنا راح نتعرض لها ونشوفها قريب، ولكن هذا مجرد على أساس إنه نعرف أهمية الذكاء الاصطناعي وكيف إنه يقلل من موضوع يعني يقلل من موضوع الموضوع المشكلة، أو يقلل من موضوع الضرر اللي جالس يتعرض له الإنسان تحت جهاز السي تي سكان، ومن تأخير توصيل الخبر إلى الثري دكتورز. Stacks include visual perception and also speech recognition and also decision making and then language translation. المهام هذه اللي هي يقوم فيها الذكاء الاصطناعي عوضا عن البشر يعني تكون من خلال 4 أشياء، اللي هو الفيجوال بيرسبشن، اللي هي التصور الطبي او التصور النظري، وعندنا بعد اللي هو التعرف السبيتش ريكوجنيشن، اللي هو التعرف للكلام المنطوق، وبعدها الديسيجن ميكينج، وبعدها اللانجويج ترانسليشن. مجموعة الأشياء هذه ممكن يقوم فيها الذكاء الاصطناعي بدل عن الإنسان. يعني مثلاً عندنا speech recognition، لما يتكلم شخص معين
سواء كان طبيب أو سواء كان يعني أي ممارس صحي بأي كلام، بإمكان الذكاء الاصطناعي أنه يلتقط هذا الكلام وأنه يبرمجه وأنه يعني يخلي فيه يطلعه بشكل كويس. كذلك بإمكان الذكاء الاصطناعي هي كان دو ذا هي كان بي ذا decision maker and also he can make the translation for language for NLP, which is we will talk about them next slides. لو تعمقنا شيء بسيط في الذكاء الاصطناعي راح نعرف انه we have many types of artificial intelligence. Artificial intelligence AI can be categorized into two main types, narrow or weak AI and general or strong AI. هذه التو تايبز للذكاء الاصطناعي نقدر نصنفها من الان انه عندنا ذكاء اصطناعي قسمي. اي ذكاء اصطناعي قاعد تشوفه قدامك او اي تطبيق له قاعد تشوفه او اي تطبيق، انا متاكد انه ما شاء الله تبارك الله المؤسسه الصحيه الموجوده معنا حاليا كل واحد منهم عنده افكار كثيره براسه. ممكن الفكره الفلانيه لو صارت بالطريقه هذه، او ممكن انه لو سوينا كذا، فانت الفكره اللي موجوده عندك حاليا او الفكره اللي قاعد تشوفها قدامك تقدر تصنفها الى صنفين من الان. ممكن تكون سترونج or weak. كلها طبعا تكون اثنين مفيدة سواء كانت weak أو كانت strong، بس احنا راح نتعرف على الفرق بينها. Each type has its own capabilities and limitations. And understanding these types is important in the development and application of artificial intelligence technologies. لا يعني انه والله فكرة معينة ان كانت weak AI معناته ان الفكرة ضعيفة او ان الفكرة غير مقبولة او ما شابه، بالعكس ممكن اثرها يكون كبير جدا، ولكن راح نعرف الفرق بعد شوي بينها، وراح نعرف انه كل فكره من الافكار او عفوا انه كل نوع من الانواع هذه هي it has its capabilities and its limitations. ففيه مقدره معينه لكل نوع وفي بعض حدود معينه لكل نوع. الهدف منا حاليا انه نعرف الفرق بين الذكاء الاصطناعي الويك اي اي وكذلك السترونج اي اي. لو نلاحظ انه احنا الان لازلنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي بشكل كامل وبشكل عام، احنا ما تدخلنا في الميديكال اي اي ولا تدخلنا في المشين ليرنينج. فهذه الاشياء اللي احنا جالسين نسمعها حاليا ونقراها ممكن تفيدك حتى في يعني بشكل عام، مو بس في الميديكال فيلد. ممكن يعني اذا كانت يعني انت قريب من الفاينانس، انت قريب من الفيكلز او ولا اي تخصص من تخصصاتك او من مناحي الحياه اللي قاعد تشوفها، ممكن انك انت تصنفها من الان. لو تكلم عن الـ weak AI أو لها اسم ثاني also known as narrow AI or weak AI. This type of AI is designed to perform specific tasks or solve specific problems. هذا النوع من الذكاء الاصطناعي هو عنده مهمة واحدة يؤديها فقط، مهمته اللي هي أنه يؤدي perform a specific task، عنده مهمة معينة يؤديها فقط، ولا solve specific problems أو عنده مجموعة مشاكل يبغى يحلها. فهذا هو الذكاء الاصطناعي الـ weak AI باختصار، على عكس الـ strong AI زي ما هنشوف بعد شوي. Narrow AI systems are trained as programmed to excel in practical domain or task. تم تدريب الـ weak AI هذا على أساس أنه يحل بعض المشاكل عن طريق البرمجة، وأنه يكون متفوق على البشر في شيء معين، في تاسك معين أو في دومين أو في دومين معين. فهذا الشيء اللي هو نقدر نقول عنه اللي هو الـ weak AI. يعني مثلا لو شفنا السيناريو اللي شرح لنا الطبيب وشرحت لكم قبل شوية حق الستروك بيشنت، اللي قاعد يسوي الستروك بيشنت لو تم فعلا تطبيق هذا الشيء، انه تفوق على البشر في انه بلغ يعني الثلاث جهات في 7 ثواني بدل ما كانوا يبلغون حاليا بساعه ونص او 3 ساعات. فهذا الشيء اللي فعلا تفوق فيه الذكاء الاصطناعي، بدل ما يصير يبلغهم في 3 ساعات صار يبلغهم في 7 ثواني. نقدر نقول هنا انه تفوق عليهم اكسل ان ا براكتيكال ان ا بارتيكولر دومين اور تاسك. ففعلا هو الذكاء الاصطناعي تفوق على البشر في تاسك معينة.
هذا من ناحية الـ PKI such as image recognition اللي هو حنتكلم الحين عن بعض الأمثلة أو بعض تطبيقات للـ PKI اللي هو الـ image recognition اللي هو عندنا التعرف على الصور. التعرف على الصور هذه من الأشياء اللي يتفوق فيها الذكاء الاصطناعي على البشر. ليش؟ لأنه he has excel in particular task، فهو متفوق على الإنسان فيما يخص الإيمج ريكوجنيشن اللي هو تصنيف الصور. فلما يكون عندنا مثلا لو تجيب شخص عادي وتعطيه مثلا 1000 صورة وتقول له صنفها، يمكن يحتاج له 5 ساعات صنفها، طبعا بناء على معطيات كثير، ولكن الذكاء الاصطناعي ممكن يصنفها لك في ثواني لأنه تمت برمجته مسبقا. كيف؟ أنه عن طريق بعض الخوارزميات اللي هي logarithms، فهي has many logarithms based on its logarithms he can work and he can make recognition. فبناء على image recognition يعني بناء على artificial intelligence artificial intelligence can recognition the image better than the human. الشيء الثاني اللي هو speech recognition and also the natural language processing. An example of narrow AI include virtual assistants like Siri or Alexa. Siri or Alexa both of them يعني يعتبرون مثال للweak AI أو narrow AI. ليش؟ لأنه عندهم مهمة واحدة قادرين على حلها بطريقة واحدة أو مجموعة طرق، ولكن قادرين على حلها، وبالتالي هم راح يكونوا أفضل من بشر في هذا الشيء. And also we have recommendation systems. إذا كان في عندنا أي نظام في recommendation، هذا غالباً بيكون AI weak AI and also it will be better in than humanity. And then the last example for the weak AI, which is autonomous vehicles. اللي هي عندنا المركبات ذاتية القيادة. المركبات ذاتية القيادة وهي كمثال للويك اي اي هي عبارة عن مهمة قادرة على يعني الأداء أكثر من البشر. بعد كذا راح نتكلم إن شاء الله عن السترونج اي اي. Strong AI or general AI refers to artificial intelligence systems that possess the ability of understand, learn, and apply intelligence to any problem or task, similar to human intelligence. وهنا الفرق. Strong AI هو عبارة عنده قدرة على فهم وتعلم وتطبيق ذكاء. فعنده المشين أو السيستم هو عبارة عن شيء عنده قدرة على فهم الذكاء وعنده قدرة على تطبيق الذكاء وتعلمه من خلال أي مشكلة أو مهمة تواجه، وبالتالي راح يكون similar to human intelligence. وهنا قوة الذكاء الاصطناعي وكيف راح تلقين الفرق فعلا بين strong and weak artificial intelligence. This type of artificial intelligence is capable of reasoning, learning and adapting to a new situations. الذكاء الاصطناعي هذا السترونج اي اي عنده قدره على التعلم والاكتشاف الحالات الجديده. However, the development of true general AI is still theoretical concept and hasn't been fully realized. الذكاء الاصطناعي اللي جالسين نتكلم عنه حاليا اللي هو السترونج اي اي ولا زال حاليا تحت يعني المفاهيم النظريه ولم يتم تطبيقه بشكل حقيقي وواقعي وعملي بشكل كامل. ولكنه مثبت عمليا ومثبت نظريا، وهنا تكمن قوة الذكاء الاصطناعي وأهميته في الوقت الحالي، لأنه theoretical هو concept as theoretical، ولكنه حاليا في مرحلة أنه how to be realized. Achieving a general artificial intelligence would require the ability to understand, replicate human level, conjugate abilities across the wide range of domains.
تحقيق الذكاء الاصطناعي يتطلب منا أن يكون في عنده قدرة على الفهم وقدرة على محاكاة اللي هو مستوى الذكاء والمهارة البشرية من خلال wide range of domains، من خلال تعليمه ودومينز بشكل أكبر. هنا عرفنا الفرق اللي هو بين الـ weak artificial intelligence والـ strong artificial intelligence. هلا فيك يا روان. بخصوص الروبوت اللي يسوي عملية يعتبر جنرال اي اي، ما اعتقد انه جنرال اي اي طبيعي. نعم هو ابدا مش ويك اي اي، هو جنرال اي اي وعليه ابحاث كثيرة. الروبوتكس حاليا في ابحاث كثيرة في نيو ساوث ويلز يونيفرسيتيز تتكلم عن انه هاو تو شير ات ذا سيرجريز، ومن خلالها يعني يتم الارتفيشال انتليجنس، وهذا من الاشياء اللي الترند حاليا اللي هو how to apply robotics in surgery. طيب احنا الحين بنفصل اكثر في موضوع اللي هو ال weak AI وال strong AI. weak AI refers to a type of artificial intelligence that designed and trained for specific tasks. As we said before, it excels in performing that particular job, but intelligence limited to the specific areas. Examples of weak AI include, we have now three examples we can talk about them, which is the virtual personal assistants. Also, we have image and speech recognition software, and also we have recommendation systems. These three examples for the weak AI. The first one, which is virtual person assistants, اللي هو المساعدات الشخصية الافتراضية. Artificial intelligence powered assistants like Siri or Google assistants that can perform tasks like setting reminders, answering questions, and controlling smart devices. All of them as a part and example of virtual personal assistants. Regarding to the second example, which is image and speech recognition software, AI algorithms that can analyze and interpret images and speech. طبعاً هنا التعرف على الأصوات والتعرف على الصور هو جزء من الذكاء الاصطناعي. احنا قلنا هنا قبل شوي انه artificial intelligence algorithms اللي هي الخوارزميات، والخوارزميات هي يعني مجموعه اكواد معقده، يعني ما يعني معقده نعم، هي تشرح المهام المطلوب منها للمشين ليرنينج والديب ليرنينج على اساس نظهر في artificial intelligence، وهي تعتبر شيء اساسي يعني لاي تطبيق اللي هي الالجوريثمز، وهي تغنيك عن كثير من البرمجه. فلما بدل ما نسوي برامج كثير وندخل كثير من البرامج، ممكن يعني الالجوريثمز هذه انها تغنينا عن البرمجه هذه. والكلمه هذه مهمه لانها تعتبر عصب في كل الارتفيشال انتليجنس والمشين ليرنينج، فعلى اساس يكون عندنا لنا عن يكون عندنا لها تصور. ف AI algorithms that can analyze and interpret images and speech. وهذا من تطبيقات اللي هي ممكن الذكاء الاصطناعي من خلال اللوغاريتميات يحلل ويترجم الصور والكلام. Enabling applications like facial recognition, object detection, and voice assistance. This is three examples for the image speech recognition software. After that, we have recommendation systems. AI-based systems that analyze user performance and behavior to provide personalized recommendations, such as this used by streaming platforms like e-commerce websites and social media platforms. لو لاحظ الـ recommendations قاعدة تصير عندنا في برامج التواصل الاجتماعي. You have many recommendations for your social applications like Snap, Instagram. Like this one, it's part of recommendation systems. بالنسبة للخطأ اللي قاعدين نشوفه حاليا في الذكاء الاصطناعي، أنا اللي قاعد أشوف إن الخطأ قليل جدا،
ولو تشوفون اغلب النسب الموجوده والدراسات تذكر انه نسبه الاكيورسي مور ذان 90%. فاغلب الابلكيشنز يعني للارتفيشال انتليجنس يعني لا زالت جديده، فبالتالي نسبه الخطا اللي فيها قليل. فانا اللي قاعد اشوفه انه اكثر من 90% صحيح، الاكيورسي مور ذان 90 مور ذان 90% ممكن توصل 99% 98%، بس انها اخطاء قليله جدا وكذا ولا كذا، هي نسبه الخطا اللي عندها اقل بكثير من نسبه الخطا الموجوده عند البشر. فهي المستقبل صراحه حتى لو كان عندها اخطاء. ومعذره الشات اللي هنا ماني قاعد اشوف اللي بعد نهايه كل سلايد. هذا متوف يعني هذا تفصيل اكثر عن ما more details about the weak AI. Now we have to talk about the strong AI. Regarding to the strong AI, we have to talk about the hypothetical AI with broad cognitive abilities. General AI is a hypothetical type of AI that represents a machine with the ability to apply intelligence to any problem, rather than just one specific problem. It would have cognitive abilities similar to those of humans and would be able to learn and adapt across the board, broad range of tasks. من خلال هذا الشيء راح نعرف انه من الاشياء القويه في السترونج اي اي انه يسوي اكثر من مهمه ويكون عنده ذكاء عالي يحاكي ذكاء الانسان، وكذلك يعالج الكثير من المهام في يعني في وقت واحد. كبعض الأساسيات الموجودة في الذكاء الاصطناعي عموما، في عندنا خمس أشياء رئيسية لازم احنا نعرفها قبل ما ندخل في الذكاء الاصطناعي من ناحية تفصيلية، وقبل ما ندخل من ناحية تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أول حاجة we have to learn more about the machine learning ML, and then we have to learn more about the deep learning and also the natural language processing which is NLP, and then computer vision and the robotics. These five topics is so important, and all of them are a part of artificial intelligence. Firstly, the machine learning, which is تعلم الآلة. Machine learning is a subset of artificial intelligence that enables system to learn and improve from experience without being real programmed. ميزة التعلم الآلة هذا هو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي، أنه يجعل الأنظمة تتعلم وتتطور من الخبرات بدون وجود لأي برمجة حقيقية. أنت لما تسوي أي تطوير أو أي شيء لازم يحتاج برمجة، فعلى أساس تتلافى موضوع البرمجة، خصوصا لما يكون عندك huge data ولما يكون عندك big data، فصعب عليك أنك مع هذا كله أنك أنت تدخل موضوع يعني البرمجة مع الهيوج وبيج داتا. فأفضل شيء أنك يكون في ماشين ليرنينج من خلال الخوارزميات which is algorithms. فهذا هو مختصر، ونبدأ مختصر عن ماشين ليرنينج. It involves the development of algorithms and models that can analyze and interpret data, identify patterns and make a prediction or decision. وهذه أهمية الماشين ليرنينج. لو لاحظ طبعا المشير ليرنينج زي ما قلنا انه جزء من الذكاء الاصطناعي، لما تسمع عن الذكاء الاصطناعي يوم من الايام انه ترجم انه حلل بعض البيانات او انه ترجم بعض الصور او انه مثلا عرف بعض الانماط او انه اتخذ قرار معين او اتخذ توقع معين، اعرف ان اللي سوى هذا كله المشير ليرنينج مش الذكاء الاصطناعي، او اللي بدا في هذا الشيء المشير ليرنينج. كيف بدا يسوي المشير ليرنينج؟ من خلال الالجوريثمز، من خلال بعض اللوغاريتميات وبعض المودلز الموجودة. فمثلا لو جينا في مثلا مثال بسيط اللي هو how to recognition of مثلا CT scan results by ChatGPT مثلا،
أنت لما يكون عندك يعني صورة معينة، أي ريزولت طبي موجود، وحاب إنك أنت تعرفه من خلال الذكاء الاصطناعي، راح تدخله كمثال في التشات جي بي تي وراح يعرفه. لما يكون عرف التشات جي بي تي في الالجوريثم موجود عن طريق المشين ليرنينج موجود هناك، المشين ليرنينج هو اللي سوى فعلا الاشياء هذه. وش الاشياء اللي يسويها المشين ليرنينج هنا؟ اللي هي طبعا عنده حاجتين شويه يسويها المشين ليرنينج، وش الالجوريثمز وكذلك المودلز. ما تقدر تسوي اي شيء كبير الا لما يكون عندك مودلز، وما تقدر تسوي مودلز الا لما يكون عندك الالجوريثمز. هذه هي الأشياء الرئيسية اللي من خلالها تقدر تشتغل. طبعاً الداتا تقدر أنك أنت تترجمها، تقدر أنك تحللها، كذلك أنك تقدر تعرف how to identify the patterns، أنك أنت كيف تعرف الأنماط. يعني أحياناً الذكاء الاصطناعي أو المشين ليرنينج أو الالجوريثمز بالتحديد بالأدق، لما تطلب منه أنه يحلل بعض يعني عندك بيج داتا، نتكلم عن مليون انفورميشن موجودة قدامك، وتطلب منه انه يحللها، ما عنده اكس وزد، ما عنده يعني يا ابيض اسود، هو عنده مجموعه الوان قدامه ويبغى يحللها. كيف يحل مجموعه الوان اللي قدامه هذه؟ من خلال ايدنتيفاي ذا باترنز. لازم انه يخليها كلها كجزء من انماط مختلفه، وبعدين يبدا انه يعني يصنفها ويبرزها من عنده. And then make a prediction and decision. بعد ما المشين ليرنينج يصنفها يقدر يتخذ اللي هو البريدكشن ويقدر يتخذ الديسيجن. جزء من الكومبوننت هذه اللي هي الديب ليرنينج. الديب ليرنينج هو جزء داخل من المشين ليرنينج، راح نتعرف عليه. انا حاب صراحه ان يكون ما ودي يعني ان يكون ثقيل عليكم، ولا ودي يكون فيه يعني زي ما تقولون ملل، او بطبيعه الحال من كمية المعلومات اللي قاعدين نشوفها. راح ناخذ بريك الآن ربع ساعة من مبدأ الواحد يسوي ريفريش وكذا، وبعد إن شاء الله راح نرجع الآن، نرجع بعد ربع ساعة ونكمل مشوارنا إن شاء الله في التعرف على الكي كومبوننتس اند تكنيكس. وي هاف تو توك ان اباوت ذا ديب ليرنينج ان ال بي اند ذا كمبيوتر فيجن اند روبوتكس. نتقابل إن شاء الله بعد ربع ساعة. بعد شوي وراح نكمل إن شاء الله موضوعنا. أهلا بالأخ علي. التواصل مع المركز، تقدر تواصل مع المركز إذا تحب تواصل معهم عن طريق اللي هو الفيجن و سايت فيجن، تقدر تواصل معهم وإن شاء الله ما يقصروا معك. طيب جميل، احنا تكلمنا قبل شوي عن المشين ليرنينج، واحنا نرجع الان للموضوع الديب ليرنينج. از سب فايلد اوف ماشين ليرنينج ذات فوكسز اون ذا ديفلوبمنت اوف ارتفيشال نيورال نتوركس كابابل اوف ليرنينج اند ميكينج ديسيجن ان ا مانر سيميلر تو ذا هيومن برين. فنقول انه التعلم العميق او الديب ليرنينج هو جزء من المشين ليرنينج، ويحتوي على الارتفيشال نيورال نتوركس، وعنده شبكه عصبيه صناعيه لها قدره على التعلم، وكذلك اللي هي لها قدره على اتخاذ القرارات في يعني مشابهه لما يحدث في دماغ الانسان. لما تشوف الاعصاب اللي موجوده في دماغ الانسان وكيف القرار يتخذ داخل دماغ الإنسان، ترى نفس الشيء هذا اللي هو الديب ليرنينج. الديب ليرنينج هو عبارة عن مجموعة من الشبكات العصبية الاصطناعية التي لها قدرة على التعلم ولها قدرة على اتخاذ القرار، والذي يكون اللي هو القرار والتعلم هذا مشابه لما يحدث في دماغ الإنسان. هذا بالنسبة للديب ليرنينج. It involves training large-scale neural network with multiple layers
to extract and understand complex patterns and feature from data. هذا الشيء يشمل اللي هو التدرب والتعلم على شبكة عصبية كبيرة with multiple layers, ويكون في طبعا طبقات متعددة حتى انها تستخرج اللي هو الانماط المعقدة وكذلك الخصائص من البيانات. لما نشوف الديب ليرنينج كيف يشتغل, الديب ليرنينج لما يشتغل هو عبارة عن مجموعة طبقات من layers with together. فالميني layers هذه مع اللي مع بعض هي عبارة عن مجموعة من الطبقات متصلة فيما بعض بالneural networks. فمجموعة الطبقات هذه هي تشكل deep learning. فهذا هو مختصر deep learning, إنه يشابه لما يشابه يعني دماغ البشر. بعد كذا راح نتكلم عن ال natural language processing. الـ Natural Language Processing اللي هي معالجة اللغات الطبيعية, هذا من الأشياء المهمة في الذكاء الاصطناعي واللي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. فنقول إنه Natural Language Processing is a branch of artificial intelligence as we said before that focuses on the enabling computer to understand, interpret and generate human language. فمهمة الـ NLP هنا إنه يركز على جعل الكمبيوتر يفهم لغة البشر ويترجم لغة البشر وجنريت لغة البشر اللي هو يعني يكثرها أو يعظم يكثر اللي هو لغة البشر. It involves the development of algorithms and models that can process and analysis text and speech data, enabling applications such as language translation, sentiment analysis, and chatbots. مجموعة الأشياء هذه هو يطور من خلال الذكاء الاصطناعي من خلال الخوارزميات اللي هي algorithms والmodels, فإنه قادر الـ NLP قادر على إنه يعالج ويحلل اللي هي الكتابات والأصوات البيانات الأصوات وكذلك تطبيقها مثل ترجمة اللغات وتحليلات الشات بوت. يعني مثلا انت لما تشوف كمثال يعني هذا الشيء احيانا تلقى عندك شات بوت مثلا لو اشتريت شيء مثلا من امازون كمثال, يعني لما تدخل امازون وتدخل مثلا امازون وغير امازون لما تدخل على الشات بوت او الشاتنج يعني مع الشركة نفسها احيانا كثير ما يرد عليك يعني يرد عليك نفس الشخص, ولكن تحس انه فعلا ادمي قاعد يرد وفعلا مو بادم, فهو مبرمج انه اذا سويت كذا يكون رد كذا. واذا ذكرت الكلمه الفلانيه راح يوجهك على الشيء الفلاني, اذا ذكرت يعني محتوى معين فهو راح يوجهك على المحتوى المعين. فلما تسال مثلا تكتب السعر راح يعطيك قائمه الاسعار, لما تسال مثلا عن يعطيك مجموعه مفاتيح يعني مثلا عن ال يعني مثل أرقام, لو حطيت أي رقم يعطيك قائمة الأسعار, لو حطيت مثلا التوقيتات مثلا راح يعطيك اللي هو متى يفتح ويقفل كل يعني فرع من فروعه وما شابه. فهو عند الشات بوت, والشات بوت هو عبارة عن مثال للـ NLP. أحد كذلك الأشياء المهمة والركائز في Artificial Intelligence which is Computer Vision, it's also the field within AI that focuses on the enabling computers to understand and to read visual information from images and video. هو عبارة عن ويركز هذا الكمبيوتر فيجن على اللي هو اعتمادية الكمبيوتر, أو يركز على جعل الكمبيوتر قادر على فهم وترجمة الفيجوال انفورميشن اللي هي المعلومات البصرية from image and video. وهنا وهنا الفرق بين الكمبيوتر فيجن والnatural language processing. Natural language processing تلقاه يركز على الأصوات وعلى التكست, ولكن الكمبيوتر فيجن لا, يركز على الإيمج ويركز على الفيديو. وهذا الفرق اللي بينهم, الفرق بين الـ NLP والكمبيوتر فيجن. الكمبيوتر فيجن يركز على الإيمج والفيديو,
وكذلك اللي هو NLP يركز على اللي هو على التكست وعلى الفويسز. نكمل عن الكمبيوتر فيجن فنقول it involves the development of algorithms and models that can analyze and extract meaningful of information from visual data. لما يكون عندنا بيانات صورية which is visual data, الكمبيوتر فيجن ايش يقدر يسوي من خلال اللوغاريتمات ومن خلال المودلز الموجودة؟ انه يحلل المعلومات الموجودة ويستخرج meaningful information منها. فهو عنده قدرة على تحليل واستخراج معلومات مهمة. Enabling applications such as object recognition, image classification and video analysis. هذه الثلاث أشياء اللي يقدر يسويها، اللي هو مثل اللي هو إنه يصنف لك الأشياء ويعني يقسم لك الصور وكذلك يحلل لك مقاطع الفيديو. الشيء الأخير والأشياء الأساسية والkey components and techniques for medical equipment زي ما ذكر الدكتور فاضل قبل شوية واللي سأله أختي اللي سألت عن الروبوتكس. الروبوتكس صراحة من العناوين الجميلة واللي فيها الآن تشالنج قوي واللي عليها يعني بيبرز قوية حاليا. فيه يعني صراحة يعني أبحاث كثيرة قاعدة تصير في نيوساوثولز أبليكيشن إنفريستز regarding to this. واحدة منها أنه كيف يجعلون الروبوتكس هذه تحل محل أو واحدة من ثنتين، أما أنها تسوي عملية جراحية، الشيء الثاني تكون مساعدة للسيرجريز. فلما يكون الجراح موجود أمام جسم المريض أو الملوم في المستشفى، ممكن الروبوتكس هي تساعد الجراح، ممكن كذلك أن هي تنوب عنه وتسوي العملية. هذه مجموعة الأبحاث اللي قاعدة تدور حالياً، وزي ما يعني ذكرنا قبل كذا أنه الـ Artificial Intelligence in General AI هو عبارة عن theoretical, not realized until now, but just theoretical. So we have to say now about the robotics is a branch of AI that focuses on the design, أو جزء من الذكاء الاصطناعي focus of what? Design, development, deployment, of intelligent machine capable of performing tasks autonomously or with minimal human intervention. وهذه أهمية الذكاء الاصطناعي. يعني هذا الروبوتكس. الروبوتكس ايش يسوي هنا؟ مهمته انه يطور من اداء المشين او انه يصمم اداء المشين عنده قدرة على انه يؤدي المهام autonomously اللي هو بدون يعني مساعدة بشرية. وهذا اللي يميز الروبوتكس عن بقية الأشياء اللي قبل، انه it can work autonomously or with minimal human intervention، انه ممكن يتدخل تدخل بشري بسيط جدا. فهذا يعني الباور حقة الروبوتكس هنا، انه شغال autonomously او انه يكون فيه يعني تدخلات بسيطة. it involves the integration of the AI technologies such as machine learning and computer vision into robotics, into robotic systems to enable perception, decision making and physical interaction with the environment. Robotics لما حنا نبغى ندخل robotics وما يشتغل robotics إلا لما ندخل فيه computer vision. وطبعا لازم ندخل فيه اللي هو العفو ندخل فيه كذلك اللي هو المشين ليرنينج. فمن خلال الثنتين هذه الروبوتكس هذه والروبوتكس سيستم يقدر انه يعمل ويقدر انه يعطينا البرسبشن الرؤيه الموجوده عنده، وكذلك يقدر انه يتخذ قرار. لاحظ انه قاعد يتخذ قرار بدون تدخل بشري، كذلك فيزيكال انتراكشن وذ انفايرمنت، ويقدر انه يتداخل هو نفس الروبوتكس مع الانفايرمنت الموجوده حوله. فالروبوتكس من المجالات القوية ومن المجالات اللي لها يعني أبحاث قوية في يعني فيما يخص الميديكال ارتفيشال. أهلا فيك يا أخ علي. أنا ما أشوف الويبنار تشات إلا في نهاية كل سلايد. نتشرف يا حبيبي. وأبد الرقم موجود عندك وعند الزملاء في المركز. وأبد الله يحييك الله يحفظك.
زي ما تكلمنا قبل، أعطينا تكلمنا عن الماشين ليرنينج، تكلمنا كمان عن الديب ليرنينج، تكلمنا كذلك عن الكمبيوتر فيجن، تكلمنا عن الـ NLP، وكذلك تكلمنا عن الروبوتكس. هذه مجموعة الأشياء، الخمس أشياء هي المجموعات الرئيسية واللي من خلالها يظهر لنا بعد ما نتحكم فيها الـ Artificial Intelligence. فالـ Artificial Intelligence هو عبارة عن نتيجة للخمس أشياء هذه. راح ناخذ فيو كذا بس سريع للماشين ليرنينج، وكذلك للديب ليرنينج اللي تكلمنا عنه قبل شوي، وكذلك على ال NLP which is natural language processing، وكذلك بناخذ عن بعدها راح نتكلم عن التطبيقات للذكاء الاصطناعي بشكل كامل قبل ما ندخل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الميديكال. طيب ال 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 طبعا اي شخص حاليا عنده اي فكره، عنده اي مقترح، عنده اي شيء يحب نتناقش معه، بالعكس المجال مفتوح، ممكن تكتب في الشات اي فكره موجوده عندك، ممكن تكتب اي شيء، ممكن احنا ندردش حوله ونشوف ونصنف ونشوف كيف ايش اللي نحتاجه، لانه ان شاء الله بعد من الاشياء اللي بنسويها ان شاء الله في نهايه المحاضره راح نعرف كيف انه انت تقدر تصمم، يعني لو عندك فكره كيف تطبق الذكاء الاصطناعي فيها. We have some steps you have to follow them to apply artificial intelligence in your idea or to innovate or apply artificial intelligence in your innovation. فلو كان عندك اي مقترح او شيء ممكن انك تحطه ونعين نتناقش حوله. المشين ليرنينج طبعا زي ما صنفنا قبل شوي artificial intelligence، وقلنا artificial intelligence انه واحده من ثنتين، لما يكون weak AI ولا يكون strong AI. الويك AI اللي هي you have to give them one task and he do it better than a human، ولا general or strong AI which mean انه he can do many tasks and he has high capability better than a human also and he can do many things in one time. فهذه هي موضوع الـ artificial intelligence زي ما لخصناه في المحاضرة السابقة اللي في السلايد الماضي. حل الحين بنلخص machine learning. أي فكرة موجودة عندك أو أنت قاعد تفكر فيها وتشوف أنها كويسة بالنسبة لك، صنف الحين، أعرف أنت، أعرف هل هي يعني weak AI ولا strong AI. نفس الشيء في المشين ليرنينج، لأنه أنت فكرتك هذه ما راح تطبق إلا لما يكون عندك مشين ليرنينج. المشين ليرنينج شو برضه صنفها، هل هي supervised learning؟ ولا المشين ليرنينج قسم ثلاث أقسام، أما يكون المشين ليرنينج له تعلم الآلة أو جزء من artificial intelligence، أما يكون supervised learning، ولا يمكن يكون unsupervised learning، ولا ممكن يكون semi learning. فممكن يكون التعلم هذا تحت الإشراف supervised، ولا ما هو تحت الإشراف اللي هو unsupervised، ولا يكون semi learning اللي يكون بين، يعني لا هو تحت الإشراف ولا مع إشراف، بنشوف تفاصيل أكثر. لو نلاحظ الحين الـ supervised learning، supervised learning the machine learning model is trained on labeled data. وهذه هي الكي وورد، انه supervised learning هو يكون يعمل في labeled data، في البيانات المعلمة اللي عليها تعليم معين او اللي عليها اشارات معينة. نقول ايش؟ نقول where the input data is paired with the correct output. لما يكون عندنا input واضح او output واضح، هنا نقول انه المشين ليرنينج اللي نحتاجها اللي هو supervised learning، لانه الانبوت واضح والاوت واضح. The model learns from this labeled data to make prediction or classifications on new or unseen data. يعني مثلا لو عندك مريض، مثلا لو عندك داتا حقت مريض معين كمثال يعني، والمريض هذا عندك مثلا في يعني في واحده من الليبلز الموجوده عنده مثلا في الـ في الـ في الريزولت حقت اللابوراتوري، مثلا انه والله الهرمون الفلاني مثلا ناقص، معناته انه والله المريض المرض الفلاني هذا موجود عنده. لاحظت كيف؟ هذا كمثال يعني عملي صحي. فانت او مثلا عندك مثلا مثلا كشخص، خلينا ندخل مثلا على الاوكسيميتر، او اللي هو low of percentage of oxygen in blood، نقص الاكسجين في نقص الاكسجين نقص نسبه الاكسجين في الدم. يعني مثلا جهاز البلس اوكسيميتر، هذا عبارة عن جهاز
تحط انت في جزء في اصبع المريض ويظهر لك والله انه مثلا اذا كانت نسبه النسبه الظاهره قدامك من 91% فاكثر، معناته انه الشخص لا يعاني من اي نسبه، ما عنده نقص في نسبه الاكسجين في الدم. ولكن اذا نسبته من 91 فاقل او من 90 فاقل، معناته انه عنده نقص في الاكسجين في الدم. اذا جاء عنده مثلا نسبه من 85 فما ادنى انه لا، انه عنده نقص حاد في نسبه الاكسجين في الدم. انت هنا كيف، هل هي هذه تعتبر سوبرفايزد ليرنينج؟ ليش؟ لانه الانكم عندك واضح. الانكم وش هو؟ اذا صارت الريزولت عندك مثلا من 91 92 93 الى 100، اعرف انه هذا الانبوت 91% الى 100%، اذا الاوتبوت انه البيشنت هذا سليم. ولكن اذا الانبوت عندك من 85 الى 90، انه البيشنت هذا عنده نقص في الاكسجين في الدم. ولكن اذا كان من 0 مثلا 85 عنده نقص حاد في الـ في الـ في الـ في الـ في نسبه الاكسجين في الدم. وبالتالي صار في عندك كاتيجرايزد، وصارت الداتا عندك ليبلد. كيف ليبلد؟ الانبوت كيف يكون ليبلد؟ والاوتبوت كيف يكون ليبلد؟ بالمثال اللي شرحت، اذا حد يقدر يعني يبلغنا كيف. الله يعافيك ويسلمك يا اخوي نايزك. ف في عندنا المثال اللي ذكرته قبل شوي، واضح الليبل داتا من ناحيه الانبوت والاوتبوت. اذا احد ممكن يقدر يكتب لنا من خلال الشات وش الليبل انبوت ولا وش الليبل اوتبوت. لو قلنا مثلا انه نسبه الاكسجين في الدم عند الشخص هذا 95%، هل هذا الشخص يعتبر patient عنده نقص اكسجين في الدم ولا ما عنده نقص اكسجين في الدم؟ ممتاز، يعطيك العافية روان. فعلا، لأنه صار في ليبل هنا بالموضوع، وأعتقد الليبل هذا صار واضح. شكرا يا سلطان، أنه فعلا من 92 إلى 100 هو نورمال. طبعا هذا تخصص الزملاء في الـ respiratory care، لكن حنا ذكرنا كمثال. إذا جميل، إذا نقول مثلا من 95 إلى 91 يعتبر، يا سلام. المثال ذكره سلطان هنا انه لو صارت الانبوت عندنا 91 معناته انه لو صار 85 معناته انه لو صار مثلا اقل من 85 84 معناته فيري لو، لو صار مثلا 95 معناته انه نورمال. فالانبوت هنا واضح والاوتبوت هنا واضح، ونتمنى ان شاء الله المثال هذا يكون واضح بالنسبه للليبل داتا والسوبرفايز ليرنينج. اذا هذه السوبرفايز ليرنينج لان الانبوت واضح والاوتبوت واضح. بالنسبه للان سوبرفايز ليرنينج وهو الجزء الثاني من المشين ليرنينج، ان unsupervised ليرنينج the machine learning model is trained on unlabeled data. هنا يتم تعليم الآلة على البيانات الغير معلمة، واللي هي البيانات اللي ما هي واضحة، where the input data doesn't have any corresponding output labels، انه الانكم ما له اي علاقة بالاوتكم. The model learns patterns, relationships or structures in the data without explicit guidance. هنا ما راح يكون في توجيه صريح في unsupervised learning زي supervised learning. There is without explicit guidance. ما في guidance صريح واضح بالنسبة لل unsupervised learning. فش اللي قاعد يصير هنا؟ إنه الموديل learns patterns, relationships or structures. هذه الثلاث أشياء اللي قاعد يتعلمها، اللي قاعد تتعلمها الآلة، اللي هي الأنماط أو العلاقات أو التركيبات بالنسبة للبيانات. يعني مثلا لو جينا مثلا يعني خلنا ناخذ مثال مثلا مش طبي، مثال عادي، لو جبنا الداتا حقت مثلا هايبرباندا مثلا، وقلنا للمشين ليرنينج صنفهم لنا ثلاث تصنيفات، مثلا يعني ناس مثلا قوتهم الشرائية عالية وقوتهم الشرائية متوسطة وقوتهم الشرائية مثلا منخفضة. ايش راح يسوي عندنا unsupervised learning من خلال machine learning؟ هو بالنسبه راح يشوف الباترنز الموجوده عنده، راح يشوف الانماط الموجوده في المشتريات. يعني مثلا يقول والله مثلا فلان هذا او مجموعه البشر هذه جالسه مثلا تشتري من عندنا من الماركت مثلا بشكل يومي او خلينا نقول شهريا، مثلا شهريا بما يعادل مثلا 5000 ريال فاكثر. اذا النمط هذا نقول عنه انه هاي. النمط الثاني اللي هو مثلا من 5000 الى 1000 ريال شهريا، اذا هذا النمط متوسط. النمط من 1000 فما دون، اذا النمط هذا نقول عنه نمط
يعني منخفض. فهو بنفسه صنفه من خلال الباترنز الموجود عندهم. احنا ما نقدر نعطي باترنز، هو شاف المشتريات اللي عنده وشاف الناس الموجودين وسوى من خلال الباترنز الموجوده جمع المشتريات حقتهم خلاها شهريه وبعدين صنفها وفرزها الى ثلاث جهات. فهذه اللي هي الان سوبرفايزد ليرنينج، هو سوى يعني شاف الباترنز حقتهم وعلى اساسها صنف. كذلك من خلال الريليشن شيبس، هو شاف الريليشن يعني نفس السوبرفايزد ليرنينج، وشاف الريليشن شيبس وشاف الاستراكشرز الموجوده في الداتا. طبعا احنا نتكلم عن الداتا حقت هايبر باندا مثلا، وبالتالي من خلال الداتا هذه قدر هو أن يصنف وقدر أنه يعني أنه يتخذ القرار وقدر أنه يعطيهم مجالات. فهذه من ناحية اللي هو يعني اللي هو unsupervised learning. طبعا هل المشين ليرنينج قادر أنه يسوي بطريقة دي الحالة؟ طبعا لا، لازم يدخل حاجتين قبل اللي هو الديب ليرنينج. من خلال الديب ليرنينج راح يكون في الالغوريثمز اللي هي الخوارزميات الموجودة اللي تغنيك على البرمجة، وكذلك يكون في المودلز الموجودة. فلازم يكون في مودل جاهز على أساس البيانات تتصنف بشكل كويس. الآن واضحة اللي هو السوبرفايزد ليرنينج والانسوبرفايزد ليرنينج. النمط الثالث أو الجزء الثالث من المشين ليرنينج اللي هو الريينفورسمنت ليرنينج اللي هو نسميه سيمي ليرنينج. سيمي ليرنينج هذا مختلف. هو ليش هو مش سوبرفايز ومش انسوبرفايز؟ كيف بنقول هنا ال ان reinforced learning، the machine learning model learns through interactions with an environment. نفس الموديل اللي صنعناه او اللوغاريتميات الموجوده في نفس المشين ليرنينج جالسه تتعلم من التفاعلات او التداخلات الموجوده في البيئه، فهو جالس يتعلم يوميا حسب الانبوت الموجود، هو جالس يتعلم حسب الانبوت الموجود جالس يتعلم ماشي بالطريقه هذه. فنقول هنا the model receives feedback in the form of rewards or penalties based on its action. النموذج هذا راح يستقبل الفيدباك او رجيع المعلومات او ما شابه in the form of the rewards and penalties or penalties based on its action. راح يشوف، خلينا نقول مثلا الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية بناء على التفاعلات الموجودة. فمن خلالها هو قاعد يبني نفسه بنفسه. يعني هو كان زيرو وكان عنده البيانات فيها صفر، كل شوي جالس يعني كل يوم جاي يتعلم إنه إذا جت ريوردز والله هذا بوزيتيف ثينج، إذا جاء بنالتيز معناته هذا نيجاتيف ثينج، وجالس يبني نفسه بنفسه، جالس يبني نفسه بنفسه إلين جالس يكون نفسه بشكل أكبر. فهذا هو اللي هو السيمي ليرنينج. It learns to maximize the rewards and improve its performance over time. فهو قاعد يشوف الأشياء الإيجابية ويجالس يطورها كل فترة على أساس إنه كل ما طور الأشياء الإيجابية هذه يكون فيه عنده يعني تطلع عنده الداتا أكثر وبالتالي يصير عنده قوة أكثر. فهذا فيما يخص الـ reinforcement learning. تكلمنا الآن عن supervised learning، تكلمنا عن unsupervised learning، وتكلمنا كذلك عن reinforcement learning. قلنا supervised learning هو عبارة عن تتكلم عن labeled data، هذا الكيورد حقها البيانات المعلمة. بس الـ unsupervised learning يتكلم عن unlabeled data، البيانات الغير معلمة. أما بالنسبة للـ reinforcement learning هذا يتكلم عن أنه ياخذ الأشياء السلبية والأشياء الإيجابية وجالس يطورها وعلى أساسها يبني لين ما يكون الموديل حقه. أخذنا نظرة قبل شوي عن المشين ليرنينج، الآن راح ندخل عن الديب ليرنينج. الديب ليرنينج باختصار ونظرة سريعة اللي هو ديب ليرنينج is a subset of machine learning، هو جزء من المشين ليرنينج that utilizes neural networks with multiple layers to model and solve complex problems. هو عبارة عن هو يمثل اللي هو الشبكات العصبية مع مجموعة من الطبقات في الموديل ويحل المشكلات المعقدة.
زي ما قلنا الديب ليرنينج هو جزء من المشين ليرنينج، هو مثل يعني يشتغل مثل ما تشتغل الأعصاب موجودة في دماغ الإنسان. نقدر نقول عنه اللي هو الجندي الخفي أو الشغل أو الشيء المسؤول الدقيق في نفس الموديل الموجود، ولا يتم المشين ليرنينج إلا عن طريق الديب ليرنينج. خلونا نشوف نجاحات الديب ليرنينج في الايمج ريكوجنيشن وفي السبيتش ريكوجنيشن. في الايمج ريكوجنيشن في الايمج في 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 تشخيص او في معرفه او في الصور في معرفه الاصوات، نجح الديب ليرنينج بحوالي 95%، بينما في السبيتش ريكوجنيشن والتعرف الاصوات نجح بنسبه 90%. فهذا النجاح اللي قاعدين نشوفه في الريكوجنيشن من خلال الديب ليرنينج. الاخ اللي سهل عن الاكيوريسي وعن النجاح، هذا نجاح مبدئي من 90 الى 100%، وكذلك من الايمجينج 95%، ولكنه مع التعلم بشكل اكثر ومع الديب ليرنينج والماشين ليرنينج راح تتطور نسبه لين توصل يعني دقيقه بشكل اكثر. هذا احنا تعلمنا قبل وعرفنا اللي هو الارتفيشال انتليجنس، الماشين ليرنينج، الديب ليرنينج. راح ندخل الان إلى الـ Natural Language Processing، اللي هي وهذا الشيء من الأشياء الجميلة اللي هو معالجة اللغات الطبيعية. فكيف اللي كيف الوضع قاعد يصير هنا من ناحية يعني الأصوات، من ناحية التكست اللي قاعدة تصير، كيف تفاعلاتها مع بعض؟ احنا هذه اللي راح نشوفها ان شاء الله بعد شوي. فنقول هنا في عندنا ثلاث اشياء. الشيء الاول اللي هو interaction between computers and humans، اللي هي التفاعلات اللي قاعده تصير بين الكمبيوتر وبين البشر. فنقول هنا اللي هو natural language processing involves the interaction between computer and human using natural language، اللي هي ان الكمبيوتر هنا يعني مش الكمبيوتر، اللي هو الـ NLP، هي تترجم ما بين البشر وما بين الكمبيوتر. الترجمة اللي ما بين البشر تتم عن طريق NLP، فتكون عن طريق إيش؟ عن طريق الـ Understanding and Interruption. NLP enables machines to understand and interruption human like text, allowing them to process and analyze large amount of natural language data. من الأشياء اللي قاعد تصير مثلا عندك إذا فتحت نظام سيري مثلا، أو عندك مثلا اللي هو إذا يعني فتحت أي مقطع صوتي، أو أحيان مثلا اللي هو جوجل ترانسليتر، أحيان أنت تضغط على المايك وتتكلم كلمة إنجليزية مثلا تقول ماشين ليرنينج، فهو تعرف على الأصوات اللي طالعة من فم الشخص، فهو يعرف إنه الحرف إنه تقول أنت ميم، هو يفهم إنه ميم هذا مبرمج مسبقاً إنه الميم هذه تعني حرف الميم بالعربي، وإنه سماع مثلاً كلمة الشين، والله هذا الشين هو تبرمج من بدري إنه سمع الشين هذه، إنه الشين هذه معناتها حرف الشين بالعربي. إذا أنت سمعها كاملة وعرفها وصار فيه داتا يعني involved inside the system. So when he listened to anything he can translate it to be written. فأنت بالتالي لما تقول أي حاجة هو يتعرف عليها ويكتبها كتابة. فهذا اللي قاعد يصير من ناحية الـ understanding and interruption كمثال يعني لل يعني لل 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 NLP اللي هي natural language processing. NLP enable machines to understand and interrupt human like text. وهذا مثال للتكست. انه لما يكون مبرمج حتى مثلا لما لاحظها بالله افتح مثلا اي مقطع يوتيوب وادخل على يوتيوب اي مقطع انجليزي باليوتيوب وشغل الترجمه وحط تحت CC، فانت لما تشغل يوتيوب قدامك وتشوف اي يعني مقطع قدامك وتشغل الترجمه CC تحت راح تلاحظ انه ما يترجم الكلام بشكل دقيق 100%. يعني مثلا بعض الاشخاص ما ينطق بعض الحروف، ما يعطيك مثلا لعجلتها او لسرعتها. مثلا خلني اقول مثلا قلت I want to library، انا ما نطقت to library التي بعد الاو بالضبط، وبالتالي حرف الاو كان سايلنت عندي انا ما نطقته. لكن لو تشوف يعني يفترض لو بتكتب كتابه تقول I want to library،
بس انه لاني انا قلتها بسرعه فيش قلت وت اي وانت تو ليبرري فالتي هو راح يحط التي بس از لتر تي بدون حرف الاو لانه هو يتعرف هو يعرف انه حرف وانا ما نطقت حرف الواو او ما نطقت حرف الاو وبالتالي هو ما كتب فهنا يظهر موضوع اللي هو translation وموضوع الunderstanding for the NLP والشيء اللي هو يسمعه ويكتبه فهو لو يسمع كلمة غير منطوقة بشكل كامل بالتالي ما راح يكتبها فهذا من الأشياء من التطبيقات حق التكس أتمنى أن تكون يعني مترجمة بشكل كامل يعني وهذه من الأشياء اللي قاعدين نقرأها حاليا إنه يصير فيها interruption لعمل الميديكال يعني العمل الأطباء وعمل الممارسين الصحيين في المستشفيات من خلال الـ NLP. After that we have to talk about the text generation. NLP also enable machines to generate human-like text such as chatbot response, product descriptions and news articles. في الذكاء في التكست جنريشن هو يقدر انه يزود التكست عندنا من خلال يعني الشات بوت ريسبونس لما الشخص يتكلم مع الشات بوت ريسبونس تكلمت معه في وان كونفرزيشن 10 مرات فهو راح يرد عليك 10 مرات العشر مرات يرد عليك هذه فيها هو فعليا هو ما في احد تكلم لكن صار في جنريشن انه كل ما تعطيه أنت معلومة يروح يرد عليك معلومة معينة لما تكلم معلومة يرد عليك معلومة معينة كل ما تكلم معلومة يرد عليك بالتالي صار هنا صار في generations المعلومات هنا كثرت عليه وكثرت بسبب إنه أنت تكلمت معه أكثر أو إنك أعطيت معلومة أكثر هو صار يرد عليك بشكل أكثر أتمنى أنها واضحة اللي هي معالجة اللغات الطبيعية which is NLP بعد كده إن شاء الله راح نتكلم عن الـ Artificial Intelligence and Application Applications of Artificial Intelligence Application عموماً إحنا ما تكلمنا باقي ما تدخلنا الحين في الـ Medical Artificial Intelligence has wide range of applications across various industries including healthcare, finance, education, transportation and entertainment هذه أمثلة بسيطة للأشياء اللي عالجها الذكاء الاصطناعي طبعاً جزء منها اللي هو الهيلث كير واللي احنا مهتمين فيه اليوم لو تكلمنا مثلاً عن الهيلث كير بنقول إنه الـ AI is used for medical diagnosis, drug discovery, personalized treatment plans and patient monitoring فهذه مجموعة الأشياء في الهيلثكير راح نتطرق لها بشكل سريع اللي هو عندنا في التشخيص الطبي وهذا أكثر شيء مركز عليه الذكاء الاصطناعي حاليا ترى ممكن لو تجي بعد 5 سنوات تلقى التشخيص الطبي هذا من الأشياء اللي ما هو مركزين عليها بس حاليا جالس التدقيق على الميديكال دياجنوستس كثير بعدها الدراج ديسكفري اللي هو استكشاف الدواء لو كان معنا أحد من الصيادلة يتفيدنا أنه الصيادلة والناس متخصصين في استكشاف الأدوية هم ما يكتشفون الدواء بطريقة مباشرة لكن يسوون they have to do many equations هم لازم يسوون معادلات معينة على أساس أن يكتشفون الدواء تلقاهم يسوون معادلات معقدة إلى أن يستخلصون من خلال المعادلات هذه الدواء المطلوب أن يصير معادلات هم أدرى فيها فالمعادلات هذه لما تصير هي معادلات معقدة وهي يعني equation يعني complex equations they have to do to achieve the required drug. فعلى أساس أنهم يوصلون للدواء ويسوون discovery للدواء هذا لازم يسوون معادلات كثيرة جدا. الذكاء الاصطناعي لخص يعني سهل عليهم الموضوع هذا. فصار هو بنفس صار هو بنفس يسوي equations هذه. فمجرد إنه أنت كفارماسيست تقدر إنك تعدل في equations هذه بحيث إنك تطلع بنتيجة مذهلة وسريعة وhigh accuracy more detailed. أساس إنك تسوي discovery للدرج هذا. طبعا هذا من المواضيع اللي راح نطرق إن شاء الله إذا دخلنا في الاي اي في الارتفيشال انتليجنس. بعد كذا في عندنا personalized treatment plans اللي هي الخطط العلاجية الشخصية. فالخطط العلاجية الشخصية personalized treatment plans هذه من ضمن الأشياء اللي يسعى لها الارتفيشال انتليجنس حاليا. بحيث إنه يسوي خطة علاجية لكل شخص ويتابعها هو بنفسه. فسين من الناس يعني يصير له خطة علاجية طول عمره. فراح نعرف الهيستوري حقه السابق وشو هو
وراح نسجل الهيستوري حق هذا في حاليا، وبناء على مثلا الخمس سنوات هذه اللي قعدنا نسجل الهيستوري هذا ونخلق الهيستوري، we created the history for him, we can predict the future for him. فحنا جالسين نجمع البيانات حقت الشخص هذا او المريض هذا على اساس انه نعرفها، فلما نسوي data special for this patient نقدر احنا نتنبأ بالمستقبل حقه. فلما نعرف ان الشخص هذا مثلا يمارس الرياضة بشكل عالي، ومريض مثلا بالسكر او عنده بعض مجموعة الاشياء هذه اللي انه مثلا الشخص هذا مثلا ما يدخن وعنده مرض السكر مثلا او يمارس الرياضة بشكل كويس، مجموعة الاشياء هذه لما يعرف الارتفيشال انتليجنس يقدر يتنبأ بعدين يقول والله فلان بعد خمس سنوات وضعك. بينما فلان ثاني، شخص ثاني، تلقى بيانات مختلفة، مثلا مريض سكر يدخن ما يمارس رياضة أو ما شابه، لا الذكاء الصناعي يتنبأ يقول لا بعد خمس سنوات هذا الإنسان يعني الشخص الثاني هذا بيكون مريض بالمرض الفلاني لا قدر الله، as prediction، وجالس يتوقع حاليا. بينما الشخص الأول لا، ما راح يجي شيء. ليش الشخص ما يجي شيء؟ لأنه عنده كذا كذا. فهنا how can he predict، هو فعلا كان تنبأ بناء على البلان الموجودة عند نفس المريض هذا. بعد كذا راح نتكلم عن بعد كذا من الأشياء اللي قاعد تصير في الهيلث كير اللي هو patient monitoring، اللي هي متابعة المرضى. حاليا المرضى من ضمن يعني لما نشوف لما نتابع احنا المرضى حاليا مثلا في البيتل ساينس مثلا ما تقدر تتابعهم في المستشفيات، وفي سواء كان في الطوارئ او في الاي سي يو او في اي مجال من جناح من اجنحه المستشفى انت تقدر تتابع المريض. طيب هو متوقع في المستقبل انه الاجهزه هذه تكون معك في البيت، يعني شخص معروف انه مثلا العفو شخص مثلا معروف انه بيطول في المستشفى يروح يرجع بيته وتكون الاجهزه هذه معه، ويصير في اليرت اذا لاي بيتل ساينس موجود. لما يكون في البريشر ساين عنده ارتفع بليفل معين خلاص يصير في اليرت للمستشفى. لما يصير في اليرت المستشفى الامبولانس دايركت يوجه مباشره للبيت في ظرف دقائق يكون موجود عنده. طيب كيف صار الشيء هذا؟ صار الشيء هذا عن طريق الارتفيشال انتليجنس. ليش؟ لانه في اليرت جالس مرتبط بين المشين المرتبطه طبعا بالبشر ومع المستشفى. لما يعني واحده من البيتل ساينس الموجوده عنده يصير فيها تغيير مباشره راح يعرف الامبولانس وكذلك راح يعرف الفيزيكان، كذلك راح يعرف النيرس الموجود في الامرجنسي بيلدينج، وكل من ثلاث راح يجيهم اليرت جاهز، وبالتالي راح يوجههم مباشره. طبعا الاليرت الموجود بالبيشنت باسمه بالبيانات حقته وموقع بيته وموقع الجهاز ومن موقع الجهاز. ففي دقائق ممكن يروحون الى يعني للشخص ويدخلونه في الاسعاف يجيبونه المستشفى. هذا كله راح يصير عن طريق الارتفيشال انتليجنس. يعني هذا من الاشياء اللي انها يعني من ناحيه البيشنت مونيتورنج. من الاشياء التطبيقات اللي في الارتفيشال انتليجنس للفاينانس، اي اي كان يوتلايزد فور فراود ديتكشن، الاختراقات، اكتشاف الاختراقات او اكتشاف التحايل، كذلك الريسك اسسمنت اللي هو يقدر المخاطر في الانتليجنس، كذلك الالجوريثم تريدنج اند كاستمر سيرفيس. ممكن او يقدر الارتفيشال انتليجنس انه يتدخل في خدمه الكاستمر وما شابه. من ناحيه education الارتفيشال انتليجنس employed for personalized learning, intelligent tutoring systems and automated grading. الاوتوميتد جريدنج انه يقدر صح نفسه بنفسه، وهذا الشيء واضح معروف لاي مثلا ممكن تدخل النتائج، يعني ممكن ما حد يصحها تصحيح الاله، هذا يعتبر شيء جزء من الذكاء الاصطناعي طالما انه في الجوريثمز موجوده ومشين ليرنينج موجوده تلقى يصح ويفرز وينشر وما شابه. في عندنا بعد اللي هو personalized learning اللي هو التعليم الذاتي، ممكن يدخل او فعليا الذكاء الاصطناعي كان داخل في transportation used for autonomous vehicles اللي هي القيادة الذكية والقيادة بدون تدخل بشري، هذا جزء من الذكاء الاصطناعي. كذلك traffic management وكذلك اللي هو predictive maintenance، فهو الذكاء الاصطناعي
يقدر أنه يتوقع الصيانة المستقبلية لك، لما يكون مثلا عندك أي خلل بسيط في وقت معين وأنت ما سويته وما تلافيته، ممكن يتوقع لك شيء معين، فيكون عنده list of predictive maintenance. Entertainment AI can employed in recommendation systems, content recreation and virtual assistants. فهنا ممكن يكون في تعاون regarding to the entertainment. صح يا فارس، فعلا الشات جي بي تي في عنده نسبه خطا، وبس انه في شيء صحيح بعد، فيفترض الواحد انه يعني يقارن الشات جي بي تي بالاشياء الثانيه. بالنسبه للايثيكال اند سوشيال كونسيرن، في عندنا بعض الكونسيرن، لازلنا في مقدمه عامه على الارتفيشال انتليجنس، ففي عندنا كونسيرن يعني للذكاء الاصطناعي من ناحيه اللي هي الذكاء الاصطناعي من ناحيه اخلاقيه، والذكاء الاصطناعي كذلك من ناحيه المخاطر الاجتماعيه او المخاوف الاجتماعيه. واضح الحين انه بالنسبة لصلاة الظهر، أنا أشوف البريك حق صلاة الظهر هذا وقت البريك حالياً، وفي فروقات من ناحية توقيتات الصلاة بين الظهران وجدة ومناطق المملكة، فراح نأخذ بريك بعد يعني بعد ما أخلص السلايد هذا. بالنسبة للإثيكال أند سوشيال كونسيرنز، في عندنا بعض الكونسيرن we have to think about them. The first concern is job displacement and then the privacy issues, and then the bias in algorithms and potential misuse. فهذه الأربع أشياء اللي راح نتكلم عنها ونختم فيها إن شاء الله، وبعدها راح نأخذ بريك إن شاء الله صلاة الظهر. هذه المخاوف للذكاء الاصطناعي. في عندنا الإثكس أخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وفي عندنا المخاوف الاجتماعية من الذكاء الاصطناعي. هذه الأشياء لازم نحطها بالاعتبار، ولازم نعرف إنه كيف الناس جالسة تفكر، كيف المبرمجين يفكرون، كيف الأطباء في المستشفيات جالسين يفكرون، كيف الحكومات والمنشآت المهتمة بالأمن جالسة تفكر. كل هذول الأشياء جالسين يفكرون كيف العلاقة راح تتم بين، لأن المسألة هنا كلها في you have to acquisition data. انت ما تقدر تسوي ذكاء اصطناعي لما تجمع مجموعه هائله من البيانات. طيب البيانات هذه اللي تجمعها بيانات من؟ البيانات هذه بياناتك وبياناتي انا وبيانات الناس اللي حوالينا. كل الناس هذول عندهم حقوق من البيانات اللي هي ما احد يطلع عليها. من حقوق المرضى في المستشفيات انه ما احد يطلع على بياناتهم الا الاشخاص المعنيين بشكل مباشر زي الدكاتره او زي الممرضين. ما يجي اي شخص من برا المستشفى يقول انا بطلع على بيانات فلان. فطالما انه ما يقدر انه يطلع من البيانات هذه، طيب اوكي لو سوينا احنا ذا الشيء ما قدرنا نسوي ذكاء اصطناعي، لانه الذكاء الاصطناعي ما يتم الا عن طريق اللي هو البيج داتا والهيوج داتا، ما نقدر نسوي الا من خلال البيانات. كيف نحل الموضوع هذا؟ كذلك من ضمن الاشياء اللي هي الجوب ديسبيسمنت اللي هو استبدال الوظائف. كلنا نعرف انه لما جاء الكمبيوتر استغنى، يعني الكمبيوتر يعني الغى مجموعه كبيره من الوظائف. ناس كثيره كانت تشتغل في اعمال كانت مهمه ولا زالت مهمه، جاء الكمبيوتر واستغنى عنهم كامل. كذلك الالات اللي قاعدين نشوفها حاليا، لو تشوف اي اله مثلا، لو نشوف اي اله زراعيه مثلا في او خلينا نشوف مثلا شيء بسيط، مثلا عندك مصنع زي الزيتون. مصنع زيت الزيتون، كان يشتغل فيه ناس عددهم كبير ويعملون اعمال شاقه. الان ممكن يعني ماشين واحده او ثنتين
تغنيك عن عمل ناس كثير وبجودة أعلى وبيعني إنتاجية أكثر. فمش وضع الجوب ديسبليسمنت استبدال الوظائف مع الذكاء الاصطناعي. نقول هنا إنه the development of artificial intelligence raises concerns about job displacement. هذا من الكونسيرن ومن الأشياء اللي الناس جالسة تخاف منها إنه في استبدال لوظائفهم. As automation and AI technologies have the potential to replace certain tasks and roles. ممكن الذكاء الاصطناعي جالس يقوم مكانهم جالس يشتغل شغله، وهذا الشيء متوقع إنه قاعد يصير في المستقبل. إنه خلاص الذكاء الاصطناعي راح يلغي مجموعة كبيرة من الوظائف. ولكن لاحظ هنا إنه ما قال لك اللي هو end of jobs أو ما شابه، هو قاعد يقول لك displacement اللي هو استبدال الوظائف. ففي كثير من الوظائف صحيح إنه راح يتم الاستغناء عنها، ولكن راح يتم فتح وظائف جديدة. يعني قبل فترة كنت أسولف مع أحد الزملاء الاستشاري الله يوفقه، فكان يكلمني ويقول إنه حنا يا المتخصصين في الأشعة خلاص صارت بعض الأشياء، إنه بعض الصور ندخلها في تشات جي بي تي وتشات جي بي تي يقرأها. فأنا مثلاً درست سنوات كثير وعالجت حالات كثيرة، وآخر شيء يمكن جهاز يقرأ لك إياها في ثواني، وهذا الصح في ثواني. طبعاً سواء تشات جي بي تي أو أي موديل ثاني أو أي ألغوريثم ثانية، خبرته بتكون خبرته في قراءة وانتربشن ذا إيمج يعني بتكون أكثر بكثير من أخصائي أو استشاري. ليش؟ لأنه استشاري مثلاً قرأ، خلينا نقول مثلاً قرأ 10,000 صورة خلال فترات عمره، لكن هذا الموديل والألغوريثمز هذه ممكن تقرأ مليون صورة في 5 ساعات، بينما الاستشاري الفاضل هذا قرأ مثلاً 1,000 أو 2,000 صورة في مثلاً 20 أو 30 سنة. فهذا الطبيعي إنه يكون فيه more accuracy، وكذلك يكون فيه يعني دقة عالية وأسرع، يعني الذكاء الاصطناعي يكون دقة عالية وأسرع في قراءة يعني how to interruption the imaging. ولكن في المقابل راح يفتح، هذا لا يعني طبعا أنه راح تلغى بعض الوظائف، ولكن راح تستبدل، فراح يكون فيه يعني وظائف كثيرة تفتح مجالاتها وتطوير أكثر. فكل ما صار في تطوير أكثر، كل ما صارت في حاجة للتغيير أكثر، وكل ما صار في إيش displacement، صار في استبدال. لو نلاحظ الآن في سدايا قبل فترة، قبل تقريبا مجموعة من قبل أشهر، أعلنوا إنه في كثير من خريجين سدايا بدأوا يشتغلون في وظائف يعني ما راح يحتاجوا الوظائف هذه اللي بعد يمكن 15 أو 10 أو 5 سنوات، يعني وظائف للأهم باقي ما يعني الناس ما تعرفها وما لها تصنيف، فالناس ما تعرفها، لكن احنا راح نحتاجها بعد سنوات، فمن الان جالسين هم يتوظفون بالوظائف هذه. فهذه من الاشياء اللي من الكونسيرن الاول اللي هو جوب ديسبليسمنت. في عندنا الشيء الثاني اللي هو برايفسي. في عندنا الشيء الثاني اللي هو البرايفسي ايشوز. في عندنا بعض القضايا الخصوصيه. AI technologies have involved. طيب أنا ما ودي أخركم صراحة، الساعة الحين 12 بتوقيت السعودية، راح نرجع إن شاء الله الساعة 12:30 نكمل إن شاء الله السلايدات هذه وندخل إن شاء الله في اللي بعدها. فعندنا وبعدين فيما يخص الـ privacy issues, AI technologies often involve the collection and analysis of large amounts of personal data leading to concern about privacy and data security. اللي هي انه انا كمية في المستشفى مثلا لي خصوصية معلومات، مو اي واحد يقدر ياخذ المعلومات هذه، فلما احنا نطبق الذكاء الاصطناعي لازم ناخذ معلومات بشر كثيرة، باعمارهم، بالامراض اللي عندهم، بالهيستوري حقهم. فهذه تعتبر من الكونسيرن اللي يفترض انها ما تطلع. بعد كذا عندنا البايس ان الجوريثمز اللي هو التعصب في اللوغاريتميات او التعصب في الايكويشنز. There are concerns about bias in AI algorithms as they can reflect the perpetuate existing social bias and discrimination. اللي ممكن يكون في بايس من نفس المبرمجين للالجوريثمز،
ممكن انه ما يكون فيه يعني عداله، وبالتالي يكون فيه يعني تحيز لمنطقه معينه او تحيز لعرق معين او تحيز لبلد معين. فانت لما تبني بياناتك وتبني معلوماتك وتاخذ تيك ديسيجن على بيئه معينه ثم تطبق على بيئه ثانيه، هنا يكون في بايس. يفترض انه ما يكون في بايس بهذا الشيء. بعدها في عندنا البوتنشال مسيوز. بعدها في عندنا البوتنشال مسيوز. البوتنشال مسيوز هنا المقصود فيها اللي هو سوء الاستخدام المحتمل. فالبوتنشال مس يوز اوف ارتفيشال انتليجنس تكنولوجيز such as surveillance system. فممكن يكون عندنا الناس القائمين على الذكاء الاصطناعي ممكن يسيئون استخدام يعني في ممكن يكون في اساءه استخدام محتمله. في مثلا عندنا في السيرفي في السيرفيلانس سيستمز اللي هي أنظمة الاستبيان، وكذلك في الأوتونومس ويبنز اللي هي الأسلحة الذاتية. هذه الأشياء رايز إيثيكال كونسيرنز، هي تعطي برضه قضايا أخلاقية أكثر. And need for responsible development and deployment. هذه الأشياء يحتاج لها تعيين، يحتاج لها تطوير، فيحتاج لها كذلك مسؤولية وعناية. فهذه هي الأشياء اللي نقدر نقول عنها اللي هي some concerns we have to يعني لازم نحن نعرفها من الآن، وإن شاء الله إنه يصير فيها يعني عدالة بين الجميع. طيب ندخل الآن للموضوع اللي هو الـ Artificial Intelligence in Medical Field. يمكن هذا زبدة الموضوع ولب الموضوع. نقول عنه في عندنا أشياء نبغى نتكلم عنها، وأهم الأشياء اللي قاعدة تصير حالياً إحنا نحب نعكس اللي قاعد يصير حالياً عن الـ Artificial Intelligence من ناحية طبية. إيش اللي قاعد يصير من ناحية طبية؟ وإيش الأشياء الأكثر بروزاً فيما يخص الـ Artificial Intelligence من ناحية طبية؟ في عندنا مجموعة أشياء ضروري حين نتكلم عنها، وهي فعلاً أشياء رئيسية وهي اللي دارجة حالياً في الأبحاث ودارجة في السوق. أكثر شيء دارج حالياً فيما يخص الـ Artificial Intelligence من ناحية طبية اللي هو Diagnostic Imaging، اللي هو التشخيص التصويري. هذا أكثر شيء دارج. من الأشياء اللي دارجة تطبيقات الذكاء الصناعي في Radiology، من التطبيقات حالياً اللي هو في Pathology اللي هو في علم الأمراض، كذلك عندنا disease identification and prediction اللي هو كيف نعرف الأمراض وكيف نتوقعها. من الأشياء التطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية اللي هي personalized medicine اللي هو التطبيب الشخصي. عندنا بعد اللي هو NLP اللي هي قلنا اللي هو معالجة اللغات الطبيعية for health records. هذه من التطبيقات الموجودة حالياً. من التطبيقات كذلك اللي هو Virtual Health Assistance اللي هي المساعدة الصحية الافتراضية. يعني في أشياء قاعدة تصير حالياً، في أشياء أنه لها مستقبل. كذلك اللي هو Remote Patient Monitoring اللي هو متابعة المرضى في الأماكن البعيدة. من الأشياء والتطبيقات الحالية اللي هي Predictive Analytics for Hospital Operation اللي هي تحليل التوقعات للعمليات في المستشفى. كذلك الروبوتك سيرجري، كيف تتم الروبوتك في المناحي الجراحية. وكذلك عندنا الفراود ديتكشن اند بيلينج اللي هي من التطبيقات اللي هي حاليا اللي هي اكتشاف الاحتيال
في الفواتير أو في البيانات الإدارية في المستشفى. تقريبا هذه هي مجموعة الأشياء والتطبيقات اللي حنا حابين نتكلم عنها اليوم، هي من الأشياء الدارجة، كذلك في أشياء ثانية راح نتطرق لها في السلايدات الجاية، لكن خلونا نبدأ حاليا في موضوع اللي هو الـ Diagnostic Imaging. بالنسبة لل الصوت واضح، حاب أتأكد بس الصوت واضح. جميل، يعطيكم العافية عبد العزيز وعاطف الجميع، إن شاء الله يعطيكم العافية. بالنسبة أكثر شيء فيما يخص الأمراض حاليا اللي هو طبعا في عندنا تريتمنت وفي عندنا الدياجنوستس. أكثر شيء دارج حاليا اللي هو الدياجنوستس في للأمراض في الأبحاث وفي التوجه بشكل عام. في عندنا اللي هو ريفوليوشنايزنج دياجنوستيك ايميجنج، اللي هو عندنا التشخيص التصويري، الثورة في التشخيص التصويري. في عندنا حاليا ثورة في التشخيص التصويري، نقول هنا الـ AI is transforming diagnostic imaging by leveraging machine learning algorithm to assist in analysis of medical imaging. نقول هنا الذكاء الاصطناعي transforming diagnostic imaging، ينقل التصوير التشخيصي عن طريق باي ليفرجينج اللي هو تأثير المشين ليرنينج algorithms to assist in the analyze of medical imaging. فالمشين الارتفيشن تريجن حاليا جالس يسوي، جالس يحلل التصوير الميديكال imaging. كذلك من الأشياء اللي يصير في الديجنوستيك imaging اللي هو improved abnormality detection. الذكاء الاصطناعي حاليا قادر على تحديد الحالات الغير طبيعية. فنقول هنا مثلاً AI algorithms can detect abnormalities in medical images aiding radiologists in diagnosis conditions more accurately and efficiently. الخوارزميات حقت الذكاء الاصطناعي حالياً قادرة على أنها تحدد الصور الطبية الغير طبيعية. كيف مثلا الصوره الطبيه غير طبيعيه؟ ومن الاشياء اللي قاعده تصير حاليا اللي هو عندنا اللي هو السي اتش ديزيز، اللي هو كونتيجال هير ديزيز، اللي هو امراض القلب التاجيه. هذه جزء منها اللي هي هي تعتبر يعني تعريفها بشكل مبسط هي العيوب الخلقيه في القلب للشخص قبل وبعد الولاده. فلما يكون الشخص لازال في يعني لازال في بطن أمه، وكذلك أول ما يولد راح نلاحظ يعني في عنده مشكلة في القلب، سواء some chambers are bigger than others، بعض ال vessels or arteries يعني ما هي في وضعها الطبيعي، أيا كان، لكن يكون في عيب خلقي موجود في القلب. طيب لما يكون العيب الخلقي هذا موجود في القلب، هو عبارة عن شيء abnormalities، شيء غير طبيعي. وبالتالي راح يكون فيه يعني عيب موجود. ايش يعني ايش تصرف خلينا نقول ايش مهمه الذكاء الاصطناعي هنا والماشين ليرنينج هنا؟ الديب ليرنينج والماشين ليرنينج سووا مودلز وصار بينهم الجوريثمز من خلالها تعرفوا على شكل القلب الطبيعي اللي يفترض ان يكون عليه الطفل قبل الولاده وبعد الولاده. طبعا لما صارت الصوره هذه موجوده عندهم، صاروا ياخذون بالالتراساوند يصورون القلب في يعني للشخص يعني للمولود. لما يصورونه له راح تقارن مباشره بالقلب، صوره القلب العاديه. لما يكون في ابنورماليتي، اي اختلاف غير طبيعي موجود، هنا بيصير في ديتكشن، بيصير في تحديد للابنورماليتيز هذه وش هي، وراح يظهر مباشره عن طريق الاله،
عن طريق المشين ليرنينج للطبيب انه فيه abnormality detection، انه لقينا شيء غير طبيعي موجود في القلب. وبالتالي لما يقراه، طبعا هو موجود انه اي شيء غير طبيعي ومعروف مباشره اللي هو السي اتش دي اللي هو مرض قلب تهاجي، وبالتالي طالما ان هذا الشيء موجود وبالتالي في مرض. وبالطريقه هذه تم اكتشاف المرض للشخص هو لا زال في بطن ما ولد. طبعا لما يولد يسوون له مره ثانيه ويكتشفون بعد، ما في مشكله اذا ما اكتشفوه قبل يكتشفونه بعد، لو صار الشيء هذا بعد يتم اكتشافه بعد اثناء النمو. فهذا الشيء اكتشافه بشكل مبكر شيء مهم جدا، لانه راح يخلينا نتخذ اجراءات سريعه في العلاج ونتلافى مشاكل راح تاثر على الجنين او راح تاثر على المولود خلال فترات مستقبليه من حياته. فهذا هو اللي هو abnormality detection. أنا أشوف في واحد من الزملاء هنا له مشاركة، إذا عندك شيء تقدر تكتب في الشات على أساس نقدر نتناقش. فهذا من ناحية artificial intelligence algorithms can detect abnormalities in medical images aiding radiologists in diagnosis conditions more accurately and efficiently. هذا الشيء يدعم يعني يدعم اتخاذ القرار بالنسبة للراديولوجيست، لأنه بيكون أكثر دقة وأكثر أو كفاءته بتكون عالية. في الراديولوجي AI can support in radiology. فنقول هنا الـ AI algorithms are used to analyze medical images and detect abnormalities, tumors and other conditions. فمن خلال الراديولوجي يقدر الذكاء الاصطناعي يحدد اي abnormalities، وكذلك انه يحدد التيومر الموجوده واي حالات اخرى. Artificial intelligence improves the accuracy and efficiency of radiologists in interpreting medical images. وهذا الشيء يقدر يعني يسويه عن طريق ترجمه او تفسير الصوره الطبيه. كيف يترجمها؟ يترجم الصوره الطبيه هذه عن طريق المودلز وعن طريق الالجوريثمز يعني المبنيه من قبل من خلال المشين ليرنينج. راح نلاحظ هنا اللي هي الاكيورسي والافشنسي للراديولوجي يعني للاي اي. راح نلاحظ انه اول ما تم تطبيقه في 2017 كان الافشنسي حقه 60%، وبينما كان الاكيورسي 80%. تزايدت مع السنين 2018-19-20-21، واضح انه في الافشنسي وصلت الى 80% والاكيورسي وصل الى اكثر من 95%. فهنا زادت موضوع الراديولوجي وزاد موضوع اللي هو التشخيص من خلال اللي هو abnormality detection by radiology. في عندنا شيء ثاني اللي حابين نتكلم عنه الباثولوجي. كيف how artificial intelligence can apply the during the pathology. فنقول هنا اللي هو improved diagnosis. AI helps pathologists analyze histopathological slides with greater accuracy and efficiency. فقراءة السلايدز هذه بتكون أكثر دقة وأكثر كفاءة. كذلك faster and more precise identification of disease including cancer. الصور هذه بتكون أسرع، كذلك بتكون أكثر دقة وأكثر تعريفاً للأمراض والتي من ضمن الأمراض هذه اللي هو الكانسر. فهذه الأشياء اللي ممكن من خلالها أو تم تطبيق الـ Artificial Intelligence من خلالها. خلينا نشوف الـ Disease Identification and Prediction. كيف يتم تعريف المرض وكذلك توقعه؟ AI Algorithms for Disease Identification. AI Algorithms can analyze patient data. يقدر أنه يحلل بيانات المريض to identify patterns حتى أنه يعرف الأنماط and predict the likelihood of disease. يعرف يعني يتوقع الأمراض المشابهة لها. وهذه مهمة الذكاء الاصطناعي هنا، أنه يعرف يحلل البيانات الموجودة ويعرف النمط فيعرف هو النمط وبعدين يشوفه يحطه في المرض المناسب. Early detection and preventive care اللي هو الاكتشاف الطبي المبكر وكذلك الرعاية المبكرة are facilitated by AI algorithms in disease identification. هي مهمة لأنها تتم عن طريق اللي هو اللوغاريتميات، ويتم من خلالها التعرف على المرض
وكذلك يتم علاجها بشكل أسرع وبشكل أدق. وش الأمراض اللي إحنا ممكن إحنا نتوقعها ونشوف اللايك كود حقها؟ اللي قدرنا نسويه عن طريق الارتفيشن انتليجنس اللي هو الهير ديزيز. فعندنا الأمراض القلب تم اكتشافها عن طريق الارتفيشن انتليجنس، وكم تم تصنيفها من خلال الباترنز وتم توقعها كذلك. عندنا الكانسر، عندنا ديابيتز، وعندنا كذلك الزهايمرز. هذه مجموعة الأمراض اللي تم يعني التعرف عليها وكذلك توقعها. خلونا نشوف الـ Drug Discovery and Development اللي هو اكتشاف الأدوية وكذلك تطويرها. زي ما ذكرنا قبل فيما يخص اكتشاف الأدوية وتطويرها، أنه أي دواء يتم من خلال اكتشاف يعني الدواء أو تصنيع الدواء ما يتم بطريقة سريعة أو طريقة تجريبية، لازم يكون في مجموعة معادلات. مجموعة المعادلات هذه هي اللي تكون الدواء ونسبة الدواء وتحليل الدواء الموجود المطلوب. فهنا راح نلاحظ إيش عندنا، إيش الخطوات الموجودة من خلالها تم يعني استفادة من الذكاء الاصطناعي من خلالها. AI in drug discovery، كيف يتم اكتشاف الدواء من خلال artificial intelligence. نقول هنا إنه AI plays a crucial role in accelerating the drug discovery process by analyzing vast data sets and identifying potential drug candidates. الذكاء الاصطناعي هنا يلعب دور مهم جدا من خلال تسارع في عمليات اكتشاف الدواء. فعملية اكتشاف الدواء هو عملية واحدة، هي مجموعة من العمليات. الذكاء الاصطناعي يقوم بتسريع مجموعة العمليات هذه للوصول إلى النتيجة المطلوبة. عن طريق إيش؟ عن طريق analyzing vast dataset، تحليل مجموعة بيانات ضخمة، and identifying potential drug candidates. وبعد ما يحلل البيانات الضخمة هذه يقدر يرشح الأدوية المحتملة للمرض المطلوب. فهنا إيش سوى الذكاء الاصطناعي في الصيدلة؟ هو he made the accelerating of drug discovery، وسوى تسارع في عملية اكتشاف الأدوية. من ضمن الأشياء اللي سواها الذكاء الاصطناعي كذلك اللي هو predicting a drug efficiency، اللي هي توقع كفاءة الدواء. فنقول هنا الـ artificial intelligence algorithms can predict the efficiency of potential drug. يستطيع الذكاء الاصطناعي إنه يتنبأ ويتوقع ما هي كفاءة المرض، وبالتالي helping researchers focus on the most promising candidates. فلما يكون عنده مجموعة ترشيحات لمجموعة أدوية، راح يعرف الذكاء الصناعي إن والله الكانديديتس هذه هي أكثر ومرشحة وموعولها يعني موعودة بشكل أكثر من الكانديديتس الثاني. وهنا أهمية الذكاء الصناعي، شوف كيف إنه سرع العملية، وشوف كيف إنه ساعد الفرز للحصول على دواء مناسب. بعد كذا عندنا optimizing molecular structures. AI can optimize molecular structure of drugs, improving their effectiveness and reducing potential side effects. راح يقدر الذكاء الاصطناعي انه يطلع الافضل ما في التركيبات والحاله المثاليه في التركيبات من خلال تركيبات الادويه، وكذلك من خلال تاثيرها، وكذلك من خلال تقليل السايد افكت حق الادويه. فهذه الاشياء اللي يقدر الذكاء الاصطناعي انه يسويها، وكذلك يقدر انه يعني يتعامل معها وينتجها من خلال artificial intelligence. في عندنا هنا personalized medicine. AI enable personalized medicine by analyzing individual patient data. الذكاء الاصطناعي هنا يسوي، يقدر انه يحلل يقدر يسوي علاجات شخصية عن طريق تحليل البيانات للمرضى. هو اذا حلل البيانات للمرضى يقدر انه يسوي، اذا حلل في analyzing individual patient data يقدر انه يسوي انتاجية عالية من خلال include genetic information. لما ياخذ بيانات كثيرة للمريض ومن خلالها الجينيتك انفورميشن اللي هي البيانات الجينية للمريض. treatment plans can be suitable، الخطة العلاجية ممكن تكون مناسبة بالنسبة ل unique persons characteristics leading to more precise and effective interventions. هذه ممكن تقود إلى نتيجة
أكثر وتداخلات واضحة بشكل أكثر. الأشياء اللي ممكن يسويها وسواها فعلاً حالياً الذكاء الاصطناعي فيما يخص الـ NLP اللي هي معالجة اللغات الطبيعية for health records. بالنسبة للملفات الطبية إيش سوى الذكاء الاصطناعي؟ Extracting valuable information. NLP techniques are used to extract valuable information from unstructured clinical notes and medical records. هنا الذكاء الصناعي هنا ايش المشكله الرئيسيه هنا واللي قاعدين نواجهها حاليا؟ انه في عندنا كميه يعني بيانات ضخمه موجوده عندنا في المستشفيات، سواء كانت فيديوز او ايمجز او تكست او فويس او اند سو اون. لكن ايش المشكله اللي عندنا؟ مشكله انه ما نقدر احنا نستخرج البيانات هذه لانها ما هي مرتبه، ان ستراكشرد داتا. فانت لما ما تقدر انك تستخرج البيانات هذه لانك لازم تصنفها ولازم توزعها ولازم تخليها باترنز ولازم تاخذ بيانات كثير في فتره طويله اساس تحصل على بريسايز عالي. لكن الذكاء الاصطناعي حل جزء من المشكله هذه عن طريق ايش؟ انه حدد الفاليبل انفورميشن المطلوب. فايش سوى هنا؟ سوى اللي هو تكنيكس ذات ار يوز تو اكستراكت فاليبل انفورميشن فروم ان ستراكشرد كلينيكال نوتس and medical. هو دخل للميديكال ريكورد وراح كذلك للنوت كلينيكال موجودة وراح للانستركشورد وطلع منها بيانات اللي هو يحتاجها. هذا من الشيء اللي قدرنا نستفيد منه من ناحية الذكاء الاصطناعي. بعد كذا عندنا اللي هو better understanding and utilization، الفهم الأكثر فائدة. نقول هنا this facilitates better understanding and utilization of patient data leading to improved healthcare outcomes and more precise treatment plans. خلونا نشوف المساعدات الطبية الافتراضية virtual health assistance. كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يساعد the medical يعني الممارسين الصحيين أو الأطباء أو patient في مجالهم؟ أعطونا ثواني لو سمحتوا. الذكاء الاصطناعي هنا as a virtual health assistant فيه في بعض الاشياء دعمنا فيها الذكاء الاصطناعي من ناحيه يعني من ناحيه تقنيه. اول شيء تشات بوت and virtual assistant اللي هي المساعده الافتراضيه وكذلك التشات بوت. هذه من ضمن الاشياء الموجوده حاليا وتم تفعيلها. عندك تشات بوت and virtual assistant powered by AI are revolutionizing the healthcare industry. هذه الأشياء جالسة تسوي ثورة في الذكاء الاصطناعي اللي هي المساعدات الافتراضية وكذلك هي تشات بوت. فلما يكون في محادثة أنا ما شفتها صراحة بشكل كثير، لكن ممكن موجودة في تطبيق صحتي عندنا في المملكة وممكن في تطبيقات ثانية إن يكون عندك تشات بوت ممكن إنه يقدر يجاوبك على بعض الأسئلة من خلال بعض المعطيات نتكات يعني تعطيها للتشات بوت. فمثلا اذا سويت كونفرزيشن مع اي ابلكيشن ممكن يرد عليك بناء على المعطيات اللي عندك. وكذلك الفيرتشوال اسيستنس اللي هو مساعدات افتراضيه. عندنا كذلك البيزك ميديكال انفورميشن ممكن يساعدك في البيزك ميديكال انفورميشن يعني معلومات عامه. يعني virtual health assistants provide users with access to basic medical information and resources بناء على حالتك بناء على طلبك ممكنك توصل بعض المعلومات. كذلك answering queries they can answer user queries on various health topics symptoms and treatment
أنت لما تسأل بعض الأسئلة هو راح يجاوب عليك فيما يخص بعض الأعراض، فيما يخص بعض العلاجات، فيما يخص بعض التوبيك. And then guidance of lifestyle and preventive measures، هو بيكون يعني guider لك في lifestyle وكذلك في بعض القياسات أو بعض يعني بعض الأشياء اللي السوابق يعني. فعندنا مثلاً virtual health assistant can offer guidance or lifestyle choices and preventive measures to maintain good health. عندنا كذلك remote patient monitoring اللي هي مراقبة المريض عن بعد، continuous monitoring with AI, AI enabled continuous monitoring of patient with chronic conditions at home. فما يحتاج انهم يكونون في المستشفى، ممكن يكونون في بيوتهم الاشخاص اللي عندهم بعض الحالات الطبيه المزمنه، ومن خلال الاجهزه اللي يكونون حاملينها تكون alert مع المستشفى، وبالتالي بتصير alert مباشره مع الامبولانس ومع الدكتورز، ويقدرون يدخلون في الوقت السريع المناسب. عندنا كذلك real time data for healthcare professionals. Real-time data is provided to healthcare professionals, alerting them to potential issues. وهذه المطلوب، وهذا الشيء اللي فيه نحتاج له real-time data، إنه مجرد ما يزيد مثلاً أو تروح مثلاً نسبة الأكسجين في الدم تقل مثلاً إلى نسبة أقل من 85% أو حتى إلى أقل من 92% مباشرة. هنا الارتفيشن تيز وين يصير؟ في الالرت اللي قاعد يصير من لحظتها في الريال تايم. الريال تايم يكون في الالرت من نفس الثانية هذه، يوصل منشن للمستشفى للامبولانس بالحالة وبموقع المريض وللطبيب بالحالة وبالمكان اللي راح يستقبل فيه المريض، سواء في الامرجنسي ولا في اي وورد داخل المستشفى. في الالرت هذه هي المطلوبة، وهي اللي من خلالها يجي البيشنت يجي يعني يتم اخباره ويجي للمستشفى. من التطبيقات كذلك الارتفيشال انتليجنس اللي هو بريدكتيف اناليتكس فور هوسبيتال اوبريشنز. احنا لازم اتفقنا الساعة 2 بننتهي، بعد 7 دقائق تقريبا بيكون في بريك، وبعد البريك هذا ان شاء الله بريك من ربع ساعة، وبعدها ان شاء الله راح نكمل في المحاضرة الأخيرة فيما يخص الارتفيشال انتليجنس. راح يبدأ البريك بعد شوي ان شاء الله. نقول هنا انه AI driven work flow optimization عن طريق البيشنت admission rate، كذلك identifying البوتلنكس، وكذلك عند الريسورس لوكيشن. خلونا نشوف الروبوتك سيرجري. الروبوتك سيرجري في عندنا enhancing surgical precision and capabilities. كيف راح نحسن قدرة العمليات الجراحية وكذلك دقة العمليات الجراحية عن طريق الروبوتك سيرجري. AI assisted robotic systems are revolutionizing minimally invasive procedures. اللي هو هنا أن الذكاء الاصطناعي، أنظمة الروبوتكس هذه تكون مدعومة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وراح تحقق ثورة فيما يخص العمليات الانفيزيف procedures. الأطباء هنا can achieve improved، أنهم يقدرون أنهم يحققون outcomes نتيجة أكثر دقة with enhanced precision and capabilities. في الجراحين من خلال الروبوتكس يقدرون أنهم يحققون دقة أعلى، ويقدرون يحققون قدرة أعلى فيما يخص اللي هو نتائجهم في العمليات، وذلك عن طريق استخدام الروبوتكس المدعومة بالذكاء الاصطناعي. من ضمن الأشياء الموجودة حالياً هو fraud detection and billing, reducing cost and improving accuracy. اللي هو تحديد الاحتيالات،
وكذلك التدقيق في الفواتير الطبية. الاحتيالات الطبية للفواتير الطبية هذه ممكن أنها تكون عن طريق الذكاء الاصطناعي. فنقول هنا إنه AI algorithms play a crucial role in defining fundamental activities in healthcare billing, resulting in cost saving and improved accuracy of financial transitions. من ناحيه لما احنا نصنع الالغوريتميات هذه في بالنسبه للذكاء الاصطناعي فهي راح تلعب دور رئيسي في تعريف الانشطه الاحتياليه للفواتير الطبيه. فبالتالي راح يكون عليها تدقيق اكثر والنتائج راح تكون راح تحفظ كثير من السيفنج ماني and improved accuracy وكذلك انه راح تطور دقه التعاملات الماليه. ختاما هنا فيما يخص الـ AI in medical field, while AI brings enormous benefits to the medical field, there are also challenges and considerations including ethical concerns, data privacy and need for regularity framework. حنا زي ما سلفنا سابقا انه في يعني تخوفات أخلاقية وكذلك في بيانات خاصة للمرضى وكذلك حنا نحتاج إلى تنظيم خاص على أساس إنه حنا نحكم موضوع الـ Artificial Intelligence بحيث إنه ما يأثر على خصوصية المرضى ما يأثر على بيانات المرضى وما يأثر على أخلاقيات المجتمع. Ongoing cooperation between healthcare professionals, data scientists, data policy makers is crucial to harness the full potential of AI while ensuring the patient safety and ethical standard. هذا لهم الثلاث أشخاص المعنيين وهذه الثلاث الفئات المعنية بهذا الكونسيرن. الشيء الأول اللي هو عندنا الهيلث كير بروفيشنالز عندنا اللي هو المتخصصين والمحترفين في الذكاء الاصطناعي في العفو في المجال الطبي هم المفروض يحلون الموضوع هذا موضوع الإيثيكال وموضوع اللي هو regularity framework. كذلك غير الهيلثكير بروفيشنالز عندنا في الداتا علماء البيانات وكذلك منظمين أو كاتبين الأنظمة أو regulators في المنشآت. فهذه الثلاث فئات هي المعنية بأنها يعني تنظم العمل وكذلك تحافظ على بيانات المرضى وكذلك تحافظ على أخلاقيات المهنة على أساس أنه نحن نخلص إلى فائدة عالية من Artificial Intelligence وكذلك نحافظ على الداتا للمرضى ونطلع بعمل بإثيكال ستاندرد وستاندرد عالي من ناحية الإثيكال ستاندرد. يعطيكم العافية فيما يخص المحاضرة هذه. راح نتكلم إن شاء الله بعد كده عن الكونسبت Artificial Intelligence في المحاضرة القادمة. عندنا بريك حالياً مدة ربع ساعة وش اسمه باقي معلق النظام يا شباب ولا لا؟ نشوف السلايدات شغالة معي. إذا كنت تشوفون النظام معلق أو السلايدات معلقة تعطونا خبر. أشوف الأخت نسرين كاتبة إنه معلق. طيب في عندنا الحين بريك مدة ربع ساعة ونتقابل إن شاء الله بعد ربع ساعة يعني على أساس إنه ممتاز. هي هذه هي على الكي كونسبت. نتكلم إن شاء الله عن سم كي كونسبت فور Artificial Intelligence وراح نتعرف عليه إن شاء الله في الليكشر الجاي. يعطيكم العافية.
ينام يراجي يعني نخلص إن شاء الله اليوم الساعة 2 الظهر. طيب احنا الآن في الـ Structure إن شاء الله، و بنحاول نغطي some applications of artificial intelligence in disease diagnosis and prediction. في عندنا بعض التطبيقات يعني استخدمنا معها اللي هو diagnosis of disease and prediction. يعني التطبيقات الطبية هذه اكتشفنا أمراضها وتوقعنا أمراضها وطلعت صحيحة فعلا. الأمراض هذه كثيرة اللي تم يعني استكشافها وتم تشخيصها وتم توقعها عن طريق الذكاء الصناعي. راح ناخذ فيو عنها. الشيء الأول اللي هو الكانسر بأنواع متعددة. المرض الثاني اللي تم اكتشافه وتوقعه وتشخيصه عن طريق الذكاء الصناعي اللي هو الديابيتس السكر. وبعدها اللي هو أمراض القلب اللي هو هارت ديزيز. وبعد كذا عندك الزهايمرز ديزيز، وكذلك عندنا البنومانيا ديزيز، وكذلك عندنا السكين كانسر، وكذلك عندنا الجلوكوما، وعندنا كذلك ستروك. هذه مجموعة الأمراض بيضاهبة إلى الـ HIV والـ IADs، وعندنا الـ Depressions and Mental Health Disorders، اضطرابات الصحية العقلية. هذه مجموعة الأمراض اللي تم توقعها وتم كذلك تشخيصها عن طريق الذكاء الاصطناعي. لو دخلنا في التفاصيل، تفاصيل الأمراض هذه، وجينا في البداية إلى أنواع كثيرة من الكانسر تم تشخيصها وتوقعها واستكشافها عن طريق الذكاء الاصطناعي. نقول هنا إنه AI has revolutionized the field of cancer diagnosis and prediction by analyzing medical imaging data to detect early signs of cancer. عن طريق تحليل، كيف اكتشفنا الكانسر بشكل مبكر عن طريق الذكاء الاصطناعي؟ عن طريق تحليل الصور، بيانات الصور الطبية من خلال الكشف المبكر للسرطان. فالصور اللي تم اكتشافها بشكل مبكر وتم تحليلها عن طريق الماشين ليرنينج والديب ليرنينج، اكتشفت انه فلان هذا عنده لا قدر الله سرطان. Identify tumor and predict it. This advanced technology has been successfully applied to various types of cancer including breast cancer, lung cancer and skin cancers. هذه مجموعة الأمراض أو مجموعة أمراض الكانسر اللي تم اكتشافها. عندنا أول شيء البريست كانسر. دقة الزميل كان يسألنا الدقة في البدايات كان مجموعة الكانسر، وش مجموعة الكانسر اللي تم اكتشافها عن طريق الذكاء الاصطناعي وكذلك توقعها وتشخيصها؟ عندنا البريست كانسر واللنج كانسر والسكين كانسر والبروستات كانسر والكريتيكال كانسر. الديجنوستيك اكيوريسي، دقة التشخيص في البريست كانسر عن طريق الذكاء الاصطناعي وصلت الى 90%. اما دقة التشخيص عن طريق الذكاء الاصطناعي للنج كانسر وصلت الى 95%، والسكن كانسر وصلت الى 92%، البروستات كانسر وصلت الى 88%، واخيرا وصلت الى 91%. هذه النسب تعتبر عالية، دقتها تعتبر جدا عالية، وهي النسب هذه زي ما قلنا كل ما تتزايد بشكل أكثر، لأنه اللوغاريتميات والمودلز الموجودة في المشير ليرنينج كل ما لها تصير أدق، ولأنه الداتا أكوزيشن اللي قاعد يصير كل ما يصير أكثر، وبالتالي التجارب تصير أكثر وبالتالي النسب كل ما ترتفع. أما بالنسبة للديتكشن ميثودز، وش الميثود اللي استخدمناها على أساس نعرف البريست كانسر؟ في عندنا analysis of mammograms and MRI scans. احنا حللنا بيانات التشخيص اللي صار في الجهاز الMRI وجهاز الماموغرامز. هذه الجهازين، الماموغرامز هو عبارة عن جهاز يتم من خلاله تصوير البريست وبالتالي اكتشافه، وكذلك الMRI. هذه الجهازين احنا اخذنا البيانات حقتها
وصار فيها diagnosis أو early detection for the cancer. بالنسبة لللنج كانسر, we analyzed the CT scans and PET scans. هذه الجهازين اللي استخدمناها على أساس نستكشف الكانسر الموجود في اللنج كانسر. بالنسبة للسكين كانسر, we analyzes of dermoscopy images and histopathology slides. الشيئين هذول حللنا الصور الموجودة للديرموسكوبي عن طريق الديرموسكوبي وحصلنا على الصور وحللناها, وكذلك السلايدز الموجودة في المختبر حللناها وخلصنا, وبعدين وصلنا إلى detection و early diagnosis for the skin cancer. أما بالنسبة للبروستيت كانسر عن طريق تحليل MRI scans and biopsy samples, وكذلك analysis for colonoscopy images and pathology reports. التقرير هذا أو pathology reports وكذلك الإيمج الموجودة هي تم تحليلها, وبعد كذا طلعنا بالaccuracy العالي. فشوف ما شاء الله تبارك الله early detection والdiagnosis لمجموعة الكانسرز هذه, شوف وين وصلت. المرض اللي بعدها عندنا اللي هو الديابيتس. الديابيتس معروف انه من الامراض المنتشره. لاحظ الامراض هذه كلها قويه وامراض منتشره. فالديابيتس اللي مرض السكر artificial intelligence AI plays a crucial role in diagnosis and prediction of diabetes. هو يعني الذكاء الاصطناعي لعب دور مهم جدا في تشخيص واكتشاف الديابيتس by analyzing patient data include blood glucose level. كيف عرفنا انه الشخص هذا عنده, كيف نعرف الشخص هذا انه عنده مرض سكر بشكل مسبق؟ عن طريق بعض الاشياء. الشيء الاول اللي هو البلد جلوكوز ليفلز, الشيء الثاني اللي هو اللايف ستايل فاكتورز, الشيء الثالث اللي هو الجينيتك انفورميشن, بعدها AI the AI algorithms can accurately assess the risk of developing diabetes and personalized treatment plans. لاحظين قوة الذكاء الاصطناعي ايش قاعد يسوي. الالغوريتميات الموجودة في الذكاء الاصطناعي تقدر انها تحدد او تقيم بشكل دقيق اللي هي خطورة تطور ديابيتس. الشخص اوكي عنده ديابيتس او قرب انه يصير عنده ديابيتس, فالذكاء الاصطناعي بشكل دقيق يقدر انه يقيم الخطورة ويحددها, يحدد التطور اللي قاعد يصير في المرض هذا and personalized treatment plans, وكذلك انه يجهز الخطة العلاجية الشخصية لل يعني للمريض هذا. فلاحظ عندنا ثلاثة عوامل اللي نحتاجها في الديابيتس. الديابيتس نحتاج ثلاثة اشياء. الشيء الاول blood glucose levels, وكذلك مستويات الجلوكوز في الدم, وكذلك العوامل حق اللايف ستايل للبيشنت, وكذلك الجينيتك انفورميشن. هذه ثلاث اشياء هي اللي تخلي الاي اي يعني هو يبغى الثلاث اشياء هذه في مريض الديابيتس اساس انه يسوي له ايرلي ديتكشن اند دياجنوستس فور ذا ديابيتس. خلينا نشوف الاي اي هنا كيف سوى في يعني في الديابيتس وكيف مشارك في الديابيتس. في عندنا أول شيء الابليكيشن حق الـ AI, في عندك الـ Risk Assessment هو قيم الخطر, وعندك الـ Early Detection. خلينا نشوف الـ Early Detection مثلاً كيف سوى الذكاء الاصطناعي أساس من يحصل على الـ Early Detection في الـ Diabetes. الشيء الأول AI can detect early signs of diabetes by analyzing patterns in patient data. بيانات المريض فيه نمط معين أو مجموعة أنماط الذكاء الاصطناعي قاعد يحللها. لاحظ عنده المريض السكر في البيانات حقته في مجموعة أنماط, الذكاء الاصطناعي يركز على الأنماط هذه وبعدين يحللها. Analyzing patterns. This allows for timely intervention and preventive measures to reduce the risk complications. هذه الأنماط اللي قاعد يركز عليها الذكاء الاصطناعي في تحليلها راح يخلي فيها timely intervention, راح يسوي تدخل مباشر من الطبيب في اللحظة المناسبة. لما نعرف لما يتابع الخوارزميات هذه واللوغاريتمات, لما تتابع حالة المريض ووصلت إلى حالة معينة, مجرد ارتفع شيء معين عند المريض راح يصير فيه هنا إيش
timely intervention، تدخل في الوقت المناسب من الطبيب. هذا ايش يسوي؟ راح يخلي كذلك اللي هو preventive measures to reduce the risk complications، هذا الشيء راح يقلل من الخطورة اللي راح يواجهها المريض. في بعد عندنا من ضمن الأشياء اللي قاعدة تصير اللي هي personalized treatment plans، اللي هي الخطط العلاجية الشخصية. AI algorithms can analyze large amount of patient data to identify patterns and trends، هو يحلل مجموعة كبيرة من البيانات على أساس أنه يعرف أنماطها وتوجهاتها. This enables the development of personalized treatment plans that are tailored to each individual specific needs. من ضمن الأشياء اللي سواها يعني الذكاء الاصطناعي، يعني الذكاء الاصطناعي في تطبيقاته، اللي هو عندنا اللي هو continuous monitoring، اللي هو المراقبة المباشرة أو المتتابعة. فنقول هنا AI powered devices and apps can continuously monitor blood glucose levels and other living data. مجموعة البيانات هذه المهمة زي عندنا اللي هو مستويات الجلوكوز بالدم، هذه يتم يعني مراقبتها بشكل مباشر. الذكاء الاصطناعي جالس يراقبها بشكل مباشر، جالس يراقب يعني لاحظ ان الدم عندك جالس يكون مراقب بشكل مباشر. اول ما يصير في اي تغيير، this real time monitoring allows for for interventions and adjustment to treatment plans. اول ما يصير في تغيير على طول مباشره راح يصير في alert للدكتور، وكذلك راح يصير في خطه علاجيه للبيشنت. هذه مجموعة الأشياء اللي يعني تم من خلالها معرفة مرضى سكر، وكيف إنه تم يعني يتم التدخل بشكل مباشر، وكم كيف إنه عرفنا إنه الشخص هذا في وقت مبكر جدا إنه بدأ في المرض، وبالتالي قدرنا نعالجه بشكل أدق، وكيف إذا عرف المريض تلاشى المريض المرض، وكذلك ارتاح المستشفى والطبيب من مراجعة يعني من مراجعة سنين لشخص، يعني لو ما تم الدخول بشكل سريع ومناسب لصار هذا الشخص مريض سكر ويتم علاجه بشكل متكرر. في عندنا كذلك اللي هو من الأمراض اللي تم اكتشافها عن طريق detection and diagnosed by artificial intelligence which is heart disease، أمراض القلب. AI algorithms، لاحظنا دائما احنا نذكر هنا ايش algorithms، الخوارزميات، دائما نذكر models، لانه ما يصير في اي شيء الا بوجود algorithms او عن طريق models. كذلك AI algorithms play crucial role in the diagnosis and prediction for the health disease، هي التي تلعب دور رئيسي في استكشاف وتوقع امراض القلب. طيب كيف احنا نعرف امراض القلب للمريض العادي او للشخص الحالي؟ by analyzing data from various sources including medical records، احنا لازم ان نحلل البيانات من مصادر مختلفه. البيانات هذه مصادر مختلفه تشمل medical records اللي هي الملفات الطبيه، الايميجنج سكانز اللي هو تصوير التصويرات الطبيه، كذلك الجينيتك انفورميشن. AI can help identify the risk of heart disease, detect anomalies in cardiac image and assist in early detection or in early diagnosis. مجموعة الأشياء هذه هي اللي تخلي الذكاء الاصطناعي يستطيع من خلال أنه يساعد في early diagnosis، يساعد في موضوع اللي هو الاستكشاف المبكر. خلونا الآن نعرف كيف أنه artificial intelligence ساعد في الـ early diagnosis and prediction. لاحظ أنه جالس يتوقع، هذا التوقع ممكن يكون صح ممكن يكون صح، لكن جالس يتنبأ بناء المعطيات السابقة عنده في الـ heart disease. خلونا نشوف مثلا في الـ applications عندنا اللي عندنا الـ image analysis اللي هو تحليل الصور. AI can analyze cardiac images such as MRI or CT scans to detect anomalies and abnormalities that may indicate the presence of heart disease. ف
فالصور المريض اللي جالسه تخرج من الام ار اي والسي تي سكان يستطيع الذكاء الاصطناعي انه يشوفها ويحللها بشكل مباشر وسريع، ويعرف يتنبأ انه هل الشخص هذا ممكن انه يقرب من امراض القلب، ممكن يكون عنده اي عرض من اعراض القلب، اي سيمبتومز موجود. هذه راح تحفظ وراح تكون موجوده، وراح كذلك يعني يخبر فيها الطبيب. This helps in accurate diagnosis and treatment planning. هذا الشيء اللي استكشاف مبكر راح يكون تشخيصه دقيق، وراح يدخل في ضمن الخطه العلاجيه للمريض. طيب، في عندنا ال AKG analysis أو ECG اللي هي التحليلات ال ECG. ممكن أحد يبلغنا على ال ECG هنا، يعطينا نبذة عن ال ECG، جهاز ال ECG، إذا في أحد تعامل مع جهاز ال ECG سواء as patient ولا as medical situation، ممكن يعلمنا عن يعني يعطينا نبذة عن جهاز ال ECG، يعني إيش الهدف من جهاز الإي سي جي، إيش الليدز المكونة منه، أو يستخدم العلاج إيش، عفواً يستخدم للاستكشاف أي شيء بالضبط. طيب، إذا أحد يقدر يعطينا إجابة ممكن يكتبنا على تعليق الشات. فمن خلال applications for the heart disease اللي هو تحليلات جهاز الإي سي جي، إي سي جي analysis، نقول من خلال تحليلات ECG analysis that AI algorithms can analyze ECG data to detect patterns and abnormalities that may be indicative of heart disease. الأنماط هذه والabnormalities الموجودة ممكن أنها تشير إلى أمراض القلب. This can aid in early diagnosis and monitoring in cardiac conditions. هذه ممكن أنها تدعم في الاكتشاف في التشخيص المبكر، وكذلك في مراقبة أو ملاحظة الكاردييك conditions اللي هي حالات قلب. من ضمن الأشياء اللي هي يعني ممكن نستفيد منها في الـ في الـ في القلب اللي هو remote monitoring، فنقول وكذلك treatment optimization. فنقول هنا إنه AI powered wearable devices can continuously monitor vital signs. في عندنا wearable devices اللي هي الأجهزة المحمولة أو الأجهزة مثلاً المحمولة في جسم الإنسان. الأجهزة المحمولة في جسم الإنسان يعني مثلاً عندك جهاز الـ ECG. جهاز الـ ECG اللي هو جهاز قياس نبضات القلب في جسم الإنسان. هذا في جهاز معروف عبارة عن جهاز لما يدخل الشخص في يعني في ليدز معروفة، ولها في نفس الجهاز هذا في ويربل اي سي جي. نفس الجهاز هذا يروح البيشنت يعطونه جهاز اي سي جي، ولكنه ويربل يعني بورتبل، حيث انه يعني يصير ويربل مع جسم الانسان. الليدز هذه تصير يعني كونتاكت مع جسم الانسان في نفس البليسز الموجودة، ويطلع الشخص من العيادة يروح للبيت والويربل اكويبمنت هذه معه، ويجلس الجهاز يحلل ويقيس النبضات القلب خلال مثلا 24 ساعة ويرجع. هذه wearable equipment or wearable devices. This wearable devices can continuously monitoring vital signs such as heart rate and blood pressures. فهي تقيس اللي هي معدل القلب وكذلك the blood pressures and alert healthcare providers to any abnormalities. This allows for early detection. هذا يسمح لاستكشاف مبكر للheart disease and timely intervention. وبالتالي يتم التدخل بشكل صحيح. كذلك عندنا من الرولز اللي ممكن حنا نستخدمها على أساس artificial intelligence اللي هي عندنا treatment optimization. The AI can algorithms can analyze a large amount of patient data. to identify patterns and optimize treatment plans for individuals with heart disease. This can lead to more effective and personalized treatment strategies.
هذه مجموعة الأشياء من خلالها يستطيع المريض، يستطيع الشخص إنه يعني يستطيع الجهاز إنه يستفيد من التريتمنت أوبتمايزيشن. طيب خلونا نشوف الآن اللي هو موضوع كيف طبقنا الذكاء الاصطناعي على السكن كانسر. طبعا احنا قلنا قبل شوي انه الذكاء الاصطناعي يندرج تحت حاجتين اللي هي الـ ML والـ DL. فإذا أمكن انه أحد يكتب لنا وش الـ ML وش الـ DL، اختصاره هي ليش بالضبط، وكذلك راح نتعرف عليها في السكن كانسر. السكن كانسر AI is utilized to analyze images of skin lesions using computer vision algorithms to identify characteristics associated with melanoma. لاحظ هنا انه الـ artificial intelligence يحلل الصور يعني ما استخدمنا هنا الأصوات ولا استخدمنا الفيديو، استخدمنا analyze images of skin. هنا جالسين نحلل الصور لجلد الإنسان من خلال computer vision algorithms to identify characteristics associated with هذا المرض. This helps in early detection. هذا الشيء راح يساعد في الاستكشاف المبكر and differentiation between begin and malign lesions. هذه مجموعة الأمراض اللي ممكن نخلي يعني الذكاء الاصطناعي يفرق بينها. في عندنا مجموعة applications ممكن حنا نتعرف عليها، ممكن حنا نشوفها. زي ما قلت لكم قبل شوي يا إخوان، إذا أحد يعرف ماذا يعني الـ ML والـ DL، هي اختصار لإيش بالضبط؟ إحنا قلنا الـ AI واختصار الـ Artificial Intelligence، لكن الـ ML والـ DL هذي اختصار لإيش؟ ممكن أحد يجاوبني على الشات. كيف حنا راح نعرف اللي هو الـ applications للـ Dermatology؟ في عندنا أول شيء الابليكيشن اللي سويناها اللي هو الإيميج أناليسيس، تحليل الصور، كذلك اللي هو differential diagnosis، كذلك اللي هو risk assessment and treatment planning and clinical decision support. بالنسبة للإيميج أناليسيس اللي هو تحليل الصور، ف AI algorithms analyze images of skin identifying patterns and features associated with melanoma. This aids in early detection and accurate diagnosis. الالغوريتميات الموجودة في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الاستكشاف الذكاء الصناعي عندنا تتم عن طريق استكشاف بعض الأنماط وكذلك بعض الخصائص المرتبطة بمرض بأمراض الجلد. هذه الأشياء تدعم الـ early detection and accurate diagnosis، وكذلك تستكشف وتتنبأ بوجود يعني الخطأ السابق. من ضمن الأشياء الموجودة عندنا اللي هو risk assessment. في الـ Risk Assessment الـ AI Models يستطيع أن يقيم the risk based on the various factors such as age, gender, family, history and distance characteristics. This helps in determining the need for further diagnostic test. كذلك عندنا اللي هو Treatment Planning. Algorithms analyze patient data and medical literature. نتكلم هنا عن الـ treatment planning اللي هو الخطة أو التخطيط العلاجي. نقول هنا إنه الـ artificial intelligence algorithm analyze patient data، فهو جالس يحلل بيانات المريض and medical literature to provide personalized treatment. كذلك إنه يدعم اللي هو
الخطط العلاجية وكذلك التوصيات for patients. كذلك considering factors such as tumor stage, genetic profile and treatment response. فهذه هي مجموعة الأشياء اللي تتم ويتم معرفتها عن طريق الارتفيشال انتليجنس. يتم التفكر في بعض مجموعة الفاكتورز. فاكتورز هذه والشيء اللي هي تيومر ستيج، إلى أي مرحلة واصل الورم. كذلك الجينيتيك بروفايل، لازم نعرف اللي هو البروفايل الجيني للشخص. and treatment response اللي هو الاستجابة العلاجية. في عندنا clinical decision support. clinical decision support من خلالها يعني راح يتم يعني اتخاذ اللي هو القرار. قرار يتم عن طريق الـ AI systems provide clinicals with real time support. هنا الذكاء الاصطناعي راح يدخل في الـ real time support. التدخل بشكل صحيح and recommendations during the diagnostic and فبالتالي راح كذلك يعطي توصيات أثناء التشخيص and treatment process. وكذلك في العمليات العلاجية improving accuracy and efficiency. كذلك راح يطور الدقة وكذلك الكفاءة. لاحظ هنا ايش يسوي الكلينيكال decision support. الكلينيكال decision support راح يحط راح يخلي فيه عندنا راح يدعم الأطباء بالreal time support، كذلك بالتوصيات الموجودة لهم من خلال diagnostic and treatment process. كذلك راح يعني improving accuracy and اللي هو قلنا هنا اللي هو عندنا الايمج اناليسز. اول حاجه يتم تحليل البيانات، بعدين راح نستخرج الديفرنشال دياجنوسيس. افتر ذات وي هاف تو ميك ا ريسك اسسمنت اند ذن تريتمنت بلاننج اند كلينيكال ديسيجن سبورت. لو تلاحظ هذا التسلسل هو المطلوب. في البدايه احنا نحتاج ان نحلل البيانات، بعدين اذا حللنا البيانات طبعا كل هذا عن طريق اللوغاريتميات الموجوده في الذكاء الاصطناعي. بعد محل البيانات بعدين راح نسوي له differential diagnosis، راح نسوي تشخيص لل differential والcross interventional. بعد كذا راح يصير فيه risk assessment، راح إن يعني نقيم مرحلة الخطر الموجودة. طبعا هذا كله يتم عن طريق الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي في البداية راح يحلل الصور، بعد كذا راح يعني يسوي لها تشخيص،
differential diagnosis. بعد كذا راح يسوي risk assessment، راح يقيم الخطر وعلى أساس يتم التعامل معه. بعد كذا بيصير فيه treatment planning، راح يسوي الذكاء الصناعي treatment planning، يصير فيه خطة للعلاج. بعد كذا راح يصير فيه clinical decision support اللي هو some recommendations during the diagnostic and treatment process. هذه ال recommendations هذه تصير للdiagnostic وكذلك تصير لل treatment process. خلونا نشوف الآن اللي هو أحد الأمراض اللي تم يعني تشخيصها وتم يعني التعامل معها فيما يخص الارتفيشال انتليجنس. عندنا مرض الجلوكوما. الجلوكوما اللي هو احنا نعرف كلنا مرض الجلوكوما اللي هو a condition of increased pressure within the eyeball causing gradual loss of sight، اللي هو حالة من حالات زيادة الضغط الموجود في كرة العين، وبالتالي هذا يسبب gradual loss of sight، راح يسبب عندنا نقص في الرؤية. هذا مرض الجلوكوما. نقول في الجلوكوما is a group of eye diseases that can cause vision loss and blindness. ممكن الجلوكوما هذا المرض ممكن يسبب لنا انخفاض في الرؤية، كذلك ممكن يسبب لنا اللي هو العمى. هذا هو مرض الجلوكوما. It's often associated with increased pressure. It's often associated with increased pressure in the eye. فهو دائما مصحوب بزيادة الضغط في العين، which damages the optic nerve. وهنا المشكلة في إنه يعني العصب الرؤية، ويبدأ يخرب عصب الرؤية. فنقول هنا early detection and treatment، يعني التشخيص أو الاكتشاف المسبق والعلاج are crucial for prevention vision loss، هي مهمة وضرورية. لماذا؟ لمنع خسارة الرؤية. هذا اللي حنحتاجه. Artificial intelligence is being used by analyze optical tomography. For artificial intelligence is being used to analyze optical tomography images of the retina to detect signs of glaucoma. فزي ما قلنا إنه الـ early detection للـ treatment ما يخص الجلوكوما هو مهم جدا for prevention the vision loss. means of the retina detection site of glaucoma. By using AI algorithms, structural changes in the retina can be identified, helping in the early diagnosis and prediction of glaucoma. عن طريق استخدام اللوغاريتميات الـ Artificial Intelligence نقدر نقول هنا أنه التغييرات الموجودة في الريتنا هي جزء من العين، وهي أهم يعني layer موجود في العين. فإحنا راح نتابع التغييرات الموجودة في الريتنا. Can be identified، لما نعرف تغييرات يعني كيف نطبق الذكاء الصناعي في العين، عن طريق اللي هو تعريف التغييرات الموجودة في الريتنا. Helping in the early diagnosis and prediction of helping in the early diagnosis، اللي تساعد في التشخيص المبكر وكذلك التوقع للجلوكوما.
خلونا نشوف الآن كيف تم تطبيق الذكاء الاصطناعي في الـ Artificial Intelligence في الـ في الجلوكوما. إذا أحد بالمناسبة عنده إضافة أو عنده فائدة أو عنده تعديل يقدر يكتب لنا على الشاتينج. فنقول هنا إنه مجموعة أشياء إحنا نبغى نسويها أساس نطبق الـ Artificial Intelligence in Medical Field. أول شيء we have to take image analysis، وبعدين لازم نحلل البيانات، بعدين من خلالها راح نطلع الـ early detection، وبعدها راح نسوي الـ prediction، راح نتوقع بناء على راح نتوقع الشيء اللي بصير، بعدها راح نشوف الـ accuracy إلى أي دقة تمت، بعدين راح نشوف الـ efficiency اللي هي الكفاءة اللي قاعدة تصير. ف by image analysis we have يعني استخدمنا الالغوريثمز analyze to analyze glaucoma image of retina to detect structural changes in the indicate. يعني باختصار هنا استخدمنا اللوغاريتميات الموجودة على أساس إن نعرف التغيرات اللي قاعدة تصير في الريتنا، وبالتالي سوينا early detection، وهذا المهم. من خلال التغييرات والبيانات اللي عرفناها من الريتنا ممكن نقول هنا في early detection إنه المريض هذا احتمال إنه يصاب بالمرض. We have some signs glaucoma at early stages allowing for treatment and better outcomes. By أما بالنسبة للprediction في نقول هنا إنه by analyzing large datasets عندما نحلل مجموعة كبيرة من البيانات نقدر نتنبأ، وبعد كذا من خلال تحليل الدقيق للجلوكوما نقدر أن نشوف الدقة اللي وصلت، وبعد كذا نشوف الكفاءة اللي قاعدة تصير أساساً تسمح لنا بالعلاج للمرض. طيب إحنا كذا عرفنا Artificial Intelligence، عرفنا Machine Learning، وعرفنا Deep Learning، أخذنا مجموعة تطبيقات لها في Medical Field. يعني هذا تقريبا اللي سويناه، عرفنا بعض الأمراض وأشهر الأمراض اللي تم تطبيقها في Artificial Intelligence. الله يعطيكم العافية شباب جميعا على الحضور، يسعدكم العافية على الإنصات، شاكر مقدر صراحة حضوركم واهتمامكم. يسعدني منكم أي مشاركة أو أي إضافة نستفيدها منكم، وشكرا لكم. إذا أحد عنده مشاركة أو عنده استفسار أو عنده شيء تفضل على طريقة الشات. شكرا وشاكر مقدر لكم.